مساء الخير على حضراتكم وعلى كل مشاهدي دي ام سي سبورتس في كل مكان. وزي ما احنا متعودين بنبتدي دايما حلقتنا باهم العناوين. تاخر الدوليين يثير استياء الاهلي من المنتخب. ابو الخير يقترب من رئاسه نادي الزمالك مؤقتا. أمريكا تطلب مواجهة الفراعنة وديا في يناير المقبل. وفي الفقرة الأولى الضماطي في المدرج. وفي الفقرة الثانية النهاردة إسماعيل يوسف تجاه الكرة المصرية في المدرج. نرحب بحضراتكم مرة تانية. وقبل ما نروح لأخبارنا بنفكر بحضراتكم بسؤال للسوشيال ميديا النهاردة على صفحات دي ام سي سبورتس على فيسبوك وعلى تويتر. هل تؤثر انتخابات نادي الزمالك على مشوار فريق كرة القدم؟ ده سؤالنا لحضراتكم النهاردة. امبارح كنا بنسأل حضراتكم انتخابات الأهلي هتأثر على فريق الكرة ولا لا. النهاردة سؤالنا انتخابات نادي الزمالك اللي هتقام يوم 23 و24 نوفمبر الجاري هتأثر بشكل كبير سواء بشكل إيجابي أو سلبي على مشوار ومسيرة فريق كرة القدم بنادي الزمالك؟ ده اللي هنعرفه من حضراتكم من خلال تعليقاتكم على صفحات دي ام سي سبورتس على فيسبوك وعلى تويتر. نروح نشوف معلوماتنا النهارده ونرجع نبتدي اخبارنا مع حضراتكم. بداية أخبارنا من النادي الأهلي. وفي استياء شديد في النادي الأهلي وتحديدا من الجهاز الفني وجهاز الكرة بالنادي الأهلي عشان لعيبة المنتخب، لعيبة الدوليين، لعيبة الأهلي الدوليين اللي كانوا منضمين لبعثة منتخب مصر في اللقاء الأخير في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 أمام غانا. احنا عارفين إن بعد المنتخب ما لعب الماتش بتاع غانا وتعادلوا 1-1 سافروا على السعودية تلبية لدعوة من المسؤولين السعوديين عشان يأدوا مناسك العمرة، وبعد كده المفروض كانوا يرجعوا كل البعثة لأن هم راجعين بطيارة خاصة يرجعوا يوم الاثنين اللي فات. رجعوا النهاردة العصر، وطبعا ده أدى لاستياء شديد داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي أن النادي الأهلي عنده لقاء مهم جدا في ماتشاته من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس اللي جاي أمام الإنتاج الحربي، وطبعا ضيق الوقت ممكن يؤثر بشكل كبير تأثير سلبي على لعيبة النادي الأهلي وعلى استعدادهم للقاء لقاء زي ده. طبعا النادي الأهلي كمان شايف أن في نوع من أنواع عدم الاهتمام من مسؤولين المنتخب لأن هم راجعين بطيارة خاصة، يعني مثلا الموضوع ما كانش فيه تأخير بسبب الطيران أو بسبب أن في رحلة تأخرت أو تعطلت أو ظروف خارجة عن إرادة المسؤولين، لكن دي طيارة خاصة المفروض أنتوا تقدروا ترجعوا في الوقت اللي أنتوا محددينه من البداية بدون أي عوائق، وكان الوقت ده هو يوم الاثنين اللي فات. وده بشكل كبير من وجهة نظر الجهاز الفني للنادي الأهلي هيأثر بشكل سلبي على النادي الأهلي وعلى فريقه وعلى لعيبته وعلى استعدادهم للقاء الإنتاج، لأن دي بطولة مهمة. النادي الأهلي عنده لقاءات مؤجلة كتير وعايز يهتم بالبطولة دي وعايز يركز فيها عشان يحافظ على لقبها اللي هو حصل عليه السنة اللي فاتت، وعشان بعد الخروج من بطولة أفريقيا الجهاز الفني واللعيبة في أعلى مراحل تركيزهم عشان يبتدوا مشوار العودة للدوري الممتاز مرة تانية بشكل قوي يرضي جماهيرهم ويأكد لهم ان لعيبة الاهلي وجهازه الفني مصممين ان هم يقتنصوا بطولة الدوري لهذا الموسم تعويضا للجماهير عن الاخفاق في بطولة افريقيا. هيكون معانا بعد دقايق ان شاء الله كابتن سيد عبد الحفيظ عشان نتعرف منه على الاجراءات اللي ممكن ياخدها النادي الاهلي وهل في تم تواصل بين الجهاز الفني للنادي الاهلي وبين المسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم ولا لا. الخبر اللي جاي خبر بصراحة مضحك جدا، يعني هو خبر بيقول ان في بلاغ للنائب العام اتقدم من الدكتور محمد عبد العال حسن ابو سنة رئيس حزب العدالة الاجتماعية، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي. فحوى هذا البلاغ ان هم ما بيدوش الفرصة الجيدة للكابتن عماد متعب ان هو يلعب، يعني الدكتور محمد عبد العال متضايق ان عماد متعب مش بياخد فرصته بشكل جيد، فتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الكابتن حسام البدري وضد الكابتن سيد عبد الحفيظ. وده بصراحه بلاغ او يعني
وقع او سابقه احنا ما شفناهاش قبل كده، او انا على نفسي ما عمري ما قريتها ولا تابعتها قبل كده في الرياضه المصريه. سمعنا عن بلاغات كتير واواضي كتير، لكن ما شفتش قبل كده حد بيتقدم ببلاغ عشان في لعيب ما بيشاركش مهما كان قيمته طبعا، يعني عماد متعب على دماغنا كلنا. بس في الاخر خبر غريب جدا، هنتاكد برضو من كابتن سيد عبد الحفيظ وهو هيتعامل ازاي مع هذا البلاغ. احمد حمدي يقترب من حجز مكان في تشكيل الاهلي. احمد حمدي اللي بيأدي مع نادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت بشكل جيد، وكان اخرهم لقاء تليفونات بني سويف في دور ال 32 من كاس مصر. كابتن حسام بدري مقتنع بيه بشكل كبير جدا، مقتنع بامكانياته، شايف انه بيأدي تدريباته بشكل جيد جدا، تألق في لقاء تليفونات بني سويف، عشان كده هو اصبح لاعب رقم 2 في مركز صانع العاب، يعني بعد عبد الله السعيد تخطى صالح جمعه واصبح هو اللاعب رقم 2 في مركز صانع الالعاب بعد عبد الله السعيد على طول، وبيقترب شيئا فشيئا ان هو يكون ليه دور مؤثر وحيوي مع الفريق الاول للنادي الاهلي. المستشار سامر ابو الخير يقترب من رئاسه نادي الزمالك مؤقتا. كان في نيه من مجلس الاستاذ مرتضى منصور مجلس نادي الزمالك الحالي انه يسلم النادي لهيئه قضائيه، وعدم رغبه الهيئات القضائيه في تسلم النادي، بيرغبوا بس في الاشراف عليها، فكان اختيار المستشار. طيب هنكمل او هنسترسل بعد كده في اخبار نادي الزمالك، لكن نروح لكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره من الاهلي. كابتن سيد مساء الخير عليك. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ازيك؟ وحشني. ازي حضرتك؟ الله يخليك. الحمد لله حبيبي. احنا عندنا خبر بيقول ان في استياء من الجهاز الفني للنادي الاهلي عشان تاخر عوده لاعبي النادي الاهلي الدوليين اللي كانوا مع منتخب مصر. يعني طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن في البدايه يعني بالتاكيد ما فيش مشكله اطلاقا في حته ان اللعيبه يبقوا موجودين في المنتخب باي عدد كان، يعني 7 8 9 10 20 30 ما عنديش مشكله فيها خالص، بالعكس تمام. لكن يعني امشي معايا بالمنطق، ما فيش مشكله اطلاقا طالما مش هنبعد عنه يعني. تمام. يعقل ان انا لحد دلوقتي اللعيبه الدوليه بتاعتي ما تتمرنش مع اللعيبه او ما تتمرن مع لعيب فريق وعندي ماتش في الدوري بعد بكره؟ لا طبعا. هل ده مهم؟ صعب طبعا جدا. هل ده يعقل خالص؟ طب ده هل يعقل ان اللعيبه تيجي النهارده الساعه 2 ونص بيوتها او 3 الا ربع ويكون النادي صاحب الحق الاصيل بتاعهم او فيهم ما يبقاش عنده علم ان هو يوصلوا الساعه كام مثلا يعني؟ وحتى فكره العمره طبعا ربنا يتقبل من الجميع. امين يا رب. احنا ما عندناش علم بيها اساسا. يعني ما حدش اصلا استاذنكم من الاتحاد كابتن سيد؟ ولا اعرف حاجه، ولا اعرف هم رايحين عمره ولا جايين من عمره، ما اعرفش. انا ما اعرفش. دي جديده دي، يعني هم طلعوا من غانا للسعوديه بلعيبه الاهلي والجهاز الفني نادي الاهلي ما يعرفش ان لعيبه الاهلي مسافره السعوديه. انا عارف من يعني بص حضرتك اللي اعرفه كويس جدا ان ما بين ثانيه واحده يا زبرين. الو معاك يا زبرين. الو انا سامع كابتن سيد، اتفضل. طب الخط قطع، هيرجع لنا تاني كابتن سيد. معلومة جديدة وغريبة اللي بيقولها كابتن سيد عبد الحفيظ، ان لعيبة الاهلي الدوليين يسافروا للسعودية من غير ما يكون الجهاز الفني او ادارة النادي الاهلي يكون عارفة، دي جديدة بصراحة. المفروض انه يكون في تواصل او بيكون في تواصل من المسؤولين الاداريين في المنتخب مع المسؤولين الاداريين في النادي الاهلي، وبياخدوا موافقتهم وبيبلغوهم ان لعيبة الاهلي الدوليين هيسافروا من غانا للسعوديه لتاديه مناسك العمره. مصر كلها كانت عارفه ان المنتخب هيسافر السعوديه، فغريبه ان برضو النادي الاهلي ومجلس ادارته وجهازه الفني يعرف زيه زي الجمهور من السوشيال ميديا او من الجرايد ان اللعيبه هتسافر السعوديه، حاجه غريبه. هيبقى معانا تاني كابتن سيد عبد الحفيظ، واعتقد ان كابتن سيد معاه كل الحق، يعني ان لعيبه ترجع النهارده، رجعت العصر طبعا مش هنتمرن النهارده، بكره الاربعاء هيكون عندهم اليوم ما قبل اللقاء هيكون معسكر، فاللعيبه مش هتلحق تخش مع باقي زمايلها، واحنا بنتكلم على اسماء كبيره واسماء تقيله، مش بس النادي الاهلي ممكن يفتقده، احنا بنتكلم على منتخب مصر يفتقد الاسماء اللي موجوده، بنتكلم على شريف اكرامي، بنتكلم على احمد فتحي، بنتكلم على مؤمن زكريا، بنتكلم على عبد الله السعيد، سعد سمير، رامي ربيع، عايزين يطمنوا عليه بعد الاصابه، فاسماء تهد اي فريق. وزي ما كنت بقول لحضراتكم في البدايه، النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا في الدوري عشان اللقاء ده يبقى رساله من الجهاز الفني ومن اللاعبين للجمهور ان احنا مركزين في بطوله الدوري العام، احنا جايين ناخد بطوله الدوري العام، واحنا عايزين نفرحكم بعد خساره بطوله افريقيا. هنحاول يكون معانا كابتن سيد مره ثانيه، هو قال ان ما حدش قال لهم ان اللعيبه هتسافر بعد كده للسعوديه من غانا، وقال كمان ان هو لا يعقل وبالمنطق ان ما ينفعش ان هم يرجعوا قبل اللقاء ب 48 ساعه، وفعليا هم هيبقوا كانهم راجعين قبل اللقاء ب 24 ساعه، لان النهارده خلاص مش هيلحقوا يتمرنوا ولا يعملوا اي حاجه. نروح لاخبار نادي الزمالك، ولو رجع لنا كابتن سيد نستكمل معاه ونعرف رد فعله على موضوع عوده لاعبي النادي الاهلي الدوليين متاخرين من
سفريه غانا. المستشار سامي ابو الخير زي ما كنت بقول لحضراتكم كانت نيه الاستاذ مرتضى منصور ومجلسه انه يسلم النادي في الاسبوع ما قبل الانتخابات لهيئه قضائيه. الهيئات القضائيه رفضت ده وقالت ان انا هاشرف بس على الانتخابات كاشراف قضائي زي ما هو متابع، لكن مش هتسلم النادي. عشان كده كان، طب نرجع لكابتن سيد. احنا اول ما نيجي عند المستشار سامي ابو الخير بيجي لنا كابتن سيد. كابتن سيد لا ولا يهمك، اتفضل. بس يعني الموضوع صعب تمام كمنطق، تمام ينفعش ابدا. يعني مباراه غانا والاولويه للمنتخب، عشان محدش بس يطلع يقول حاجه لا قدر الله زايد على حد يعني. تمام، الاولويه للمنتخب، لكن مباراه غانا هي مباراه ليست مصيريه يعني. المباراه صحيح، طب انا لو عايز في العمر بعملها ما بين مباراه اخر مباراه للدوري اللي كانت يوم 3/11 يا استاذ ابراهيم، غانا كانت 12/11، انت عندك 9 ايام، هل ينفع ان انا اعمل عمره ما بين مباراه ما بين غانا والانتاج الحربي مثلا اللي اكبر عدد من اللعيبه في النادي الاهلي موجوده ما بينها ثلاث ايام، اعمل عمره اطلع 9 ساعات وارجع هنا تاني عشان اللعيبه دي ما تنضمش للعيبتها او لانديتها، وعندي اخر مباراه في الدوري كانت يوم 3 واخر مباراه للاهلي كانت يوم 4، يعني انت عندك 8 9 ايام. تمام؟ طب مين المسؤولين؟ الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي ده ماله يعني؟ ما يعرفش مثلا ان لعيبته 6 لعيبه 7 لعيبه يعني رايحين عمره 9 ساعات طيران او 8 ساعات طيران، وهيجي يلعبوا امتى؟ يعني واحد منهم الزكريا مثلا يعني ما لعب المباراه يوم الاحد، ما لعبش الاحد، والاثنين بالتاكيد ما فيش تمرين، والثلاثة النهارده ما فيش تمرين، والمفروض ان هو يلعب يوم الخميس. هل ده يعقل؟ هل ده منطقي؟ هل ده منطقي خالص؟ ولا العمليه مثلا يعني ما فيش مشكله بس عشان ما حدش يزيد عليه؟ طب يا جماعه نفسكم معانا، طب قولوا لنا يعني احنا هنوصل للتحتيه. طب دي طياره خاصه ما فيهاش مواعيد، التنزيل ما فيهاش. تمام. طياره خاصه، طب قولوا لنا يعني ارفعوا سماعه التليفون علينا وقولوا لنا يا جماعه احنا هنوصل الساعه كذا، تمريناتكم عامله ازاي؟ انا لسه كنت بقول كده بالظبط في موضوع الطياره الخاصه كابتن سيد والله. ان إيه؟ لسه كنت بقول كده في موضوع الطياره الخاصه، ان مكان يعني ما فيش حاجه خارجه عن الاراده، يعني مش موضوع ظروف طيران او شركه طيران او كده. مش كده الموضوع، الموضوع مش كده يا سوبرين خالص، سيبك من الاراده ومش الاراده، الموضوع ان في ناس تفكر فيها. لو عندك عدد اكبر عدد من اللعيبه عندك في نادي واحد وهو النادي الوحيد اللي هيلعب اول مباراه، ممكن يكون في فقدان. انا هلعب الانتاج الحربي اول مباراه، عندي اكبر عدد لعيبه في المنتخب، صحيح، اول مباراه بعد العوده، تمام، مفيش مشكله. هنقول لكم الحمد لله على السلامه وخلاص. طيب يا سيدي الحمد لله على السلامه، طب واحنا يعني لو احنا النادي الاهلي في الموقف ده كان تصرفنا هيبقى بالشكل ده، ولا لازم يبقى في تنسيق مع الناس؟ احنا هنوصل الساعه كذا، هتتمرنوا الساعه كذا، هنوصل الناس عندكم الساعه كذا، تمريناتها الساعه كذا، حاله فلان وفلان كذا. يعني طب كابتن سيد، طب ايه يعني هل في قرار هيتخذ من الجهاز الفني او من جهاز الكره بالنادي الاهلي؟ لا مش قرار، انت هتاخد ايه؟ انت يعني هتعدي منتخب بلادك بالتحديد؟ لا طبعا طبعا، بس هي الفكره كلها لا يعني هيحصل مثلا اتصال هاتفي، هتبعتوا اي حاجه، هتسجلوا شكبوك وادانتكم للموقف؟ كل اللي اعرفه، كل اللي اعرفه ما تقولوش ليه ما تقولوش، ده مش دورنا احنا يعني. ما ينفعش ان انا اقول لك انت هتوصل الساعه كام وتيجي الساعه كام يعني. انت تقول لي انا رايح عمره ولا مش رايح عمره، تقول لي يعني القرار ما يبقاش لوحدك كده، طالما انا اللي هاخد الثاني بعد كده، انا اللي عندي انا اللي عندي المباريات، لازم اكون عارف هو هتوصل الساعه كام، وطيارتك هتطلع من هناك الساعه كام، واعمل تمرين على اساس طولك. لكن ما فيش حاجه اسمها يوصل الساعه 1 ونص ولا الساعه 2، واحد يعمل ماتش في البيت وبعدين يرجع لي ينزل النادي الثاني الساعه 3 ولا 4، ازاي ده؟ طب كابتن سيد يعني هاخدك لجزئيه تانية، وكان معانا خبر يعني غريب جدا بيقول ان في الدكتور محمد عبد العال بيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حضرتك وضد الكابتن حسام البدري، عشان انتوا مش بتدوا الفرصه بشكل جيد للكابتن عماد متعب في المشاركه مع النادي الاهلي. ايه ايه ايه؟ بلاغ للنائب العام ضد حضرتك وضد الكابتن حسام البدري بسبب ان انتوا مش بتدوا فرصه جيده للكابتن عماد متعب انه يشارك في صفوف النادي الاهلي. يا نهار اسود. اه اللمبي في البالي بالك، يا نهار اسود دي دي. والله بتكلم بجد، ده خبر بجد وبلغ للنائب العام. دي ونزل في اخبار الحوادث، خلي بالك. يعني احنا هنشوف موضوع غانا والسعوديه، ولا نروح لبلاغ النائب العام، ولا نعمل ايه بس؟ طيب يعني الموضوع مش كده خالص يعني. طبعا على عيننا ودماغنا ومصلحه المنتخب هي الاهم والافضل وكل حاجه، بس يا جماعه يعني انا ما ينفعش ان انا يبقى عندي فتره ما بين مباراه ومباراه، هي مباراه مش مصيريه ولا مباراه صحيح فاصله ولا حاسمه ولا
بدليل حتى انت كلامك في كل حاجه واحنا معاك في ده تمام. تفضل ان انت تعمل الامر بعد المباراه، يعني بعد المباراه بعد ما اللعيبه تلعب المباراه تمام وما تعملهاش قبلها. طب مباراه الانتاج دي او المباراه بتاعتي انا تمام. وجهه نظرك سليمه 100% كابتن سيد، ومنطقيه جدا وطبيعيه جدا ومهنيه جدا، ان طبيعي لازم تكونوا عارفين الاول ان اللعيبه هتسافر السعوديه، نمره 2 لازم يرجعوا بوقت كافي عشان هتيجي امتى يا استاذ ابراهيم؟ بالظبط. ما انا ده اللي انا بقول، لسه كنت بقوله ان هم يرجعوا بوقت كافي عشان يخشوا تمرين مع زمايلهم. يعني عندي امبارح اخر معلومه، عندي امبارح ان الماتش بالليل تمام؟ تمام مش مشكله، امبارح بالليل مش مشكله. ثاني معلومه، لا ده وصلت الساعه 10. ثالث معلومه، انت لا ده الناس وصلت الساعه 3 الا ربع، 2 ونص 3 الا ربع. طب يعني هتمرن الساعه 3 صحيح. طيب عشان نطمن جمهور النادي الاهلي على لعيبته يا كابتن سيد، عشان نطمن جمهور الاهلي على لعيبته، اصابه رامي ربيعه اطمنتوا كلمتوه عرفتوا من الجهاز الطبي اصابته؟ ده من الحاجات يا ابراهيم برضو، طبعا في اتصال ما بين دكتور خالد والدكتور الحمد لله، حاجه يشكر عليها بالتاكيد. لكن كمان ما هو ده كان لازم يجي نشوف الدنيا ماشيه ازاي، والدنيا لو احنا بنتكلم بشكل احترافي وشكل مهني ما بنقولش حاجه، احنا التوثيق يا جدعان التوثيق. وبعدين انت اكبر عدد موجود في المنتخب، ازاي ما يبقاش النادي بتاعه عارف وراه وجري على لعيبته ازاي يعني؟ صحيح. معنى انتوا لما بتطلبوا اي جوازات ولا اي صحف ثانيه بتبقى موجوده. لحظه في لحظه بتبقى موجوده، بنتكلم اللعيبه ما بنتاخرش، ما بنبقاش في اسكندريه ونقول لكم لا تعالوا رايح لعيبتنا وروحوا تاني يوم ما ينفعش. يعني انتوا لغايه دلوقتي ما تعرفوش حاله رامي ربيعه ايه يا كابتن سيد؟ ما جاش يا لا يعني ما فيش تليفونات معاهم او ما اطمنتوش عليه حتى بالتليفون؟ الله يخليك، مش اشاعات لازم تتعمل ايه؟ يعني اشاعات لازم تتعمل طبعا. ما انا يعني هل هم عملوا اشاعات في السعوديه في غانا ولا ما؟ لا انت كنت في غانا وطلعت من غانا على السعوديه على طول، والله اعلم بقى السعوديه ماشيه ازاي، عملت فيها ولا لا؟ تشخيص يدوي، تتكلم مع اللعيب، تتكلم مع اللعيبه بحالتها، عندي معسكر بكره يعني، عندي انت عندك معسكر للماتش بكره. طيب اخيرا اخيرا يا كابتن سيد، موقف صالح جمعه. صالح جمعه؟ موقفه ايه؟ ما هو موجود يعني ده نعم؟ اختيار الفني ده لكابتن حسام البدري لا يعني صالح جمعه بيتمرن مع الفريق، ما عندوش مشاكل جوه الفريق؟ طبعا. ما عندوش اي مشكله؟ لا طبعا ما فيش حاجه يا استاذ ابراهيم، ما عندوش حاجه مع حالات فرديه، اختيار فني كابتن حسام البدري خلاص، يا موجود في ال 18 موجود في ال 18 مش موجود في ال 18 خلاص، لكن اتجاه او قرار او حاجه داخليه وشكل لا الكوره يا جماعه لازم يعني الناس عارفه ان فيها متغيرات كتير جدا جدا جدا. الثانيه الدنيا بتبقى قريبه، والثانيه بتبعد، والثانيه بتبقى حلم، والثانيه بتبقى حقيقه، كل ده موجود في الكوره. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، كل الشكر ليك على هذه الايضاحات الخاصه بفريق كره القدم بالنادي الاهلي. اخبار نادي الزمالك، مستر نبوشة بيرحب بعوده شيكابالا نهايه الموسم، اتكلم مع اداره الكوره بنادي الزمالك الاستاذ احمد مرتضى منصور كابتن اسماعيل يوسف، واعرب ليهم عن رغبته في عوده شيكابالا مره ثانيه. نادي الزمالك بيرفض ضم حارس في يناير، احنا عارفين ان جنش اتصاب طبعا في اللقاء اللي فات، الف سلامه عليه ان شاء الله ويرجع بالف سلامه، لكن مستر نبوشة مكتفي باحمد الشناوي والحارس الصاعد عمر صلاح، وشايف ان من الافضل انتظار حتى نهايه الموسم. على صعيد المنتخب، الولايات المتحدة الأمريكية بتطلب مواجهة الفراعنة وديا في يناير المقبل، عرض جه الاتحاد المصري لكرة القدم لمواجهة منتخب أمريكا مع منتخب مصر في يناير المقبل، لكن هيتم الانتظار لحين إجراء قرعة كأس العالم، واللي هتم إن شاء الله في 1 ديسمبر القادم. النهارده لجنة المسابقات أعلنت عن مواعيد مباريات دور ال 16 بكأس مصر، يوم 7 ديسمبر هيكون حرس الحدود والزمالك على ملعب بترو سبورت، 8 ديسمبر هيكون سموحة وبترو جيت الساعة 7 على استاد السلام، يوم 8 برضه الإسماعيلي وإف سي مصر هيكون الساعة 7 هيكون الساعة 4 باستاد السويس، دجلة والمصري يوم 9 الساعة 7 في برج العرب، الجونة والإنتاج الحربي يوم 9 الساعة 4 باستاد بترو سبورت، الأسيوطي والاتحاد يوم 11 الساعة 7 بملعب بترو سبورت، وهيكون في لقاءين هيتم تأجيلهم، الأهلي مع الداخلية والمقصة مع المقاولون العرب، الأهلي عشان هيلعب لقاءاته المؤجلة واللي منها لقاء مع المقصة، فعشان كده كمان هيتأجل لقاء المقصة مع المقاولين. ده كان آخر أخبارنا، هنسيب حضراتكم دلوقتي مع تقرير، وبنفكر حضراتكم سؤالنا على السوشيال ميديا النهاردة، هل أنتوا شايفين أن انتخابات نادي الزمالك هتأثر
بالسلب او هل يبقى ليها تاثير ايجابي او سلبي من وجهه نظر حضراتكم على فريق الكوره خلال الفتره اللي جايه؟ واي اسئله لضيوفنا في الفقره الاولى بعد الفاصل هيكون معانا الاستاذ محمد الضماطي المترشح على قائمه كابتن محمود الخطيب لمقعد العضويه في انتخابات النادي الاهلي. اي سؤال لي او تعليق ممكن تبعتوه على هاشتاج الضماطي في المدرج. وفي الفقره الثانيه ان شاء الله هيكون معانا كابتن اسماعيل يوسف وبرده على هاشتاج اسماعيل يوسف في المدرج، تقدروا تبعتوا لنا كل تعليقاتكم واسئلتكم لضيوفنا الكرام النهارده. هنسيب حضراتكم مع التقرير وبعدين نرجع نستقبل ضيفنا العزيز. زي ما التقرير ذكر، هي مش منافسه شرسه وبس، هي منافسه ناريه. يعني هيكون في لقاء جبابره في انتخابات النادي الاهلي يوم 30 نوفمبر، قائمتين يعني في اشد الاحترام. زي ما كنت بقول وبكرر دايما، العضو العامل في النادي الاهلي عنده منافسه جميله وعنده اختيار جميل ما بين افراد كلهم بيتمتعوا باحترام وحب جمهور النادي الاهلي. والنهارده معانا واحد من اهم الوجوه المشرفه اللي مترشح على مقعد العضويه في انتخابات النادي الاهلي على قائمه الكابتن محمود الخطيب، واحد من اهم رجال الصناعه في مصر، الاستاذ محمد الضماطي المترشح على مقعد العضويه على قائمه كابتن محمود الخطيب. استاذ محمد مشرفنا ومنورنا. ازيك يا ابراهيم؟ مبارك، منورنا. ربنا يخليك، انا سعيد ان انا معاك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا محمد الضماطي. متطوعا في خدمه النادي الاهلي على مدار سنين طويله، امتى اخذ القرار انه ينزل بقى ويشتغل في العمل العام بشكل رسمي؟ طبعا انا كنت في لجنه تنميه الموارد في 2010 مع المجلس كابتن حسن حمدي، وقعدت 4 سنين موجود في لجنه تنميه الموارد. الحمد لله ساهمت خلالها في حاجات كتير، منها عقد الرعايه بتاع 2011. وطبعا بقى مع صدور قانون الرياضه الجديد، اسمي كان من ضمن الاسماء المترشحه للكابتن محمود الخطيب ان انا اكون موجود معاه في القائمه. عرفت الكلام ده من خلال ناس مقربه من الكابتن الخطيب. بدات اول لما سمعت كده طبعا تشجعت جدا. انا حلم حياتي من وانا صغير ان انا ابقى عضو مجلس اداره في النادي الاهلي. يعني ده حلم من وانا عندي 16 سنه، دايما بقول اول حلم مكتمل ليا هو ان انا ابقى عضو مجلس اداره في النادي الاهلي، من قبل ما ابقى عضو اساسا جوه النادي الاهلي، عضو جمعيه عموميه. فلما كابتن خطيب عرفت ان هو بيبدا يتكلم مع اسماء، نزلت النادي اشتغلت على دراسه شويه للارقام وجبت ميزانيه النادي في 6 7 سنين اللي فاتوا، ونزلت بصيت على المرافق والخدمات بنظره بقى المفتش شويه. وقلت بيني وبين نفسي انا هقعد اشوف لو في فعلا حاجه نقدر نقدمها للجمعيه العموميه، في اضافه نقدر نعملها، انا هكون صريح مع نفسي، ولما كابتن خطيب يتكلم معايا هبقى جاهز للرد. وفعلا كابتن خطيب اتكلمنا يمكن بعديها باسبوع او ب10 ايام، ورحت له وقال لي ان انا من ضمن الاسماء المرشحه. قلت له طبعا ده شيء يشرفني واكون سعيد جدا لو كنت موجود. وطبعا قال لي ما فيش وعد بحاجه. طبعا انتوا عارفين كان في قائمه طويله الاول وتم يعني التصفيه، كان في انتخابات كان في انتخابات ما قبل الانتخابات دي حقيقه. وقدمت مقترحات وعملت زي سوات اناليسز للوضع، الفرص اللي موجوده ونقط القوه ونقط الضعف والحاجات دي كلها. وكابتن خطيب كان واضح من اول يوم، قال لي مفيش وعد باي حاجه انك تكون معايا. قلت له يا كابتن والله انا يعني معاك في كل في اي وضع، يعني سواء هبقى موجود مع حضرتك في القايمه او ابقى موجود كمساند. وحصل بقى موقف ان انا كنت تحت 35 سنه، فكان المفروض ان انا انزل تحت السن. بعدين لما حصل بقى مشكله الجمعيه العموميه والفتحه باب الترشح اتاخر شويه، طلعت فوق السن يوم 23 سبتمبر. فكلمت الكابتن قلت له يا كابتن انا برفع الحرج عن حضرتك، انا قبليها باسبوع قبل ما اتم 35. قلت له شكلها كده انا طالع فوق السن. فقال لي لا ملهاش علاقه فوق او تحت، انت راجل عندك فكر وانا يعني حبك انك انت ما تشيلش من دماغك الفكره، يعني سيبها على الله وبتاع. وفعلا الحمد لله يعني مع المجموعه المشرفه اللي موجوده كان وقع عليا الاختيار، والواحد سعيد وفخور بذلك. يعني الحلم ان انت تكون عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ايه الخطوات بتاعه تحقيقه؟ يعني ايه اللي انت اشتغلت عليه جوه النادي الاهلي عشان توصل للحلم ده في الاخر؟ شوف انا حكايتي مختلفه شويه. انا اهلاوي متعصب جدا من وانا طفل صغير، واول مره دخلت النادي الاهلي كان سنه 96 وما كنتش لسه عضو. وكان اول مره اروح النادي الاهلي كنت رايح اشتري تذاكر ماتش، واول مره بقى اشوف النادي الاهلي ده ان هو مش فريق كوره بس، ده مباني وجناين وقصه تانية وقصه عجبتني جدا. وانا كنت بحب الله يرحمه كابتن صالح سليم جدا، كنت اعرفه بشكل شخصي، ومن هنا بقى حبيت فكره النادي الاهلي المكان. وبدات احضر ماتشات باسكت وفولي وهاند بول، ما يعني ما مش مشجع كوره بس يعني.
بس اول خطوه ليا في العمل او ان انا اخش في يعني عمل جوه النادي الاهلي كان في 2009. 2009 انا اتعرفت على اولا انا ما كنتش اعرف اي حد جوه النادي الاهلي كادار خالص تماما. وانا الموضوع ده من الاول يعني انا طبعا عندنا شركه ووالدي عنده علاقات لكن ما عندوش علاقات جوه النادي الاهلي وما حبيتش انه يزقني في الحته دي قررت ان انا اعملها لوحدي يعني. وفي سنه 2009 اتعرفت على كابتن خطيب بمحض الصدفه. هو كان ساكن جنبي وكان بيصلي الجمعه معايا كل اسبوع وما عمري ما جت سلمت عليه ولا يعني ما بحبش ان انا اخش في اي حد اتصور معاه ولا بتاع. المهم وقتها كان مانويل جوزيه ماشي من النادي الاهلي في 2009 كان رايح يدرب انجول وكان في اسم مدرب عجبني جدا مش شايفه في الصحف ومش شايفه بتاع فقلت انا هستنى كابتن محمود الخطيب بعد الله اقول له الاسم اللي في دماغي. خلص الصاله فعلا وايه ومشي معايا ما اعرفش انا مين فاكرني مشجع عادي من الاهلي وكابتن خطيب ما بيحبش يكسف حد فايه مشي معايا فقلت له يا كابتن في اسم عجبني عايز اقوله لحضرتك وبتاع فقال لي مين قلت له كان وقتها مدرب اسمه ايريك جيريتس كان مدرب بلجيكي كان ماسك مارسيليا وسايب فكابتن خطيب لما قلت له الاسم راح واقف عجبه الاسم وبتاع فوقف. المهم عشان ما اطولش عليك قلت له انا قال لي بس هو ده رايح الهلال السعودي خلاص وبتاع قلت له طب يا كابتن لو حابب يبقى في اسماء تانية اقترحها على حضرتك ما عنديش مانع. فقال لي طب ما فيش مشكله. تاني يوم رحت المكتب حطيت لسته اسماء يعني شايفها ان هي تصلح ومش مش مطروحه وحطيتها في ظرف فيها الكارت بتاعي وسبتها للكابتن في مع الامن في العمارة. عدى يومين تالت يوم لقيته لقيت نمره غريبه مكلماني لقيت قالوا انا محمود الخطيب. طبعا دي بالنسبه لي كانت طبعا واحده من اسعد اللحظات في التاريخ. طبعا انا بحب كابتن محمود الخطيب كلاعب ما وعدش عليه انا يعني اول ماتش كوره وقع عليه يمكن كان اعتزال للكابتن الخطيب لكن طبعا كرمز للاهلي وعجبوا الاسماء اللي انا عرضتها عليه وقال لي ده مجهود تشكر عليه وكده وقفلنا. الاسبوع اللي بعديه اتعرفت على خالد مرتجي بالصدفه. الاسبوع اللي بعده رحت عملت اشتراك في النادي الاهلي. انا شخصيا بشكل رحت عملت انا اشتراك شخصي باسم هنا في النادي الاهلي وانا يعني العضويه بتاعتي انا اللي عملتها وانا عضو في نادي الجزيره ونادي الصيد تابع لي والدي انا اللي عملت عضويتي في النادي الاهلي بنفسي لان انا ساعتها حسيت ان انا اقدر ان انا اخش. بعد كده بقى خالد مرتجي طبعا من الشخصيات الجميله وخالد بيحب يشوف وجوه جديده وكلمت بقى معاه في افكار لتنميه موارد النادي والتسويق والكلام ده ورحنا قعدنا مع كابتن محمود الخطيب بعديها ويمكن بعديها بحوالي 7 شهور لقيت تليفون جاي لي من كابتن محمود الخطيب قال لي احنا بنعمل لجنه لتنميه الموارد بتضم مجموعه شباب جديده واحنا عايزينك معانا واول اجتماع بكره. طبعا برضو كانت من ضمن اللحظات السعيده جدا في حياتي وبدات من هنا اخش شويه مشوار بقى جوه حته في النادي الاهلي. بمناسبه لجنه تنميه الموارد اتقال كتير ان محمد الضماطي هو اللي كان مساهم في صفقات كتيره من الصفقات اللي جابها النادي الاهلي من ضمنها عبد الله السعيد. الكلام ده كان مظبوط؟ يعني ما بحبش ان انا اتكلم على الفكره دي بشكل عام. حصل بعض الحاجات يعني افضل ان انا لان زي ما اقول لك انا بحب الحاجات دي تبقى بس حصل ده ما دام دي حاجه مش عيب يعني في الاخر انت بتاخد مقابل ده انك انت النادي الاهلي ده الحاجه اللي بتسعد الواحد فانت بتاخد المقابل انك انت تبقى شيء انت بتفخر بيه انك انت النادي الاهلي ماشي كويس والواحد ساهم في فتره ما ويعني يمكن اتعرفت بس لما كنت فتره الانتخابات دي لكن القصه دي بقى لها 7 سنين بس مش هو ده السبب الاساسي لدخول محمد الضماطي مجلس اداره النادي الاهلي. في بعض الناس بتتخيل ان وجود رجال الاعمال جوه مجلس ادارات بيبقى مجرد فكره لا. التمويل وفقط لا غير. النادي الاهلي النهارده في 2017 لو فضل يعتمد على رجال اعمال لتمويل يبقى احنا فشلنا. يبقى احنا كاداره فشلنا. النادي الاهلي اسمه كبير جدا صحيح والنهارده الكوره بقت والنشاط الرياضي كمان وده هنتكلم عليه اسم النادي الاهلي في الرياضه بشكل عام مش بس الكوره وبحط تحت دي 10 خطوط يقدر يجيب فلوس وفلوس كتير. ده ما كانش موجود من 10 سنين. من 10 سنين الكوره كانت في بعض الاحيان بتمثل حمل على النادي. انا شفت الكلام ده. انت مثلا من 10 سنين في 2007 كان 2008 عقد الرعايه بتاع النادي الاهلي ب 70 مليون جنيه. وقتها كان اغلى لعيب في مصر مصري مش اجنبي كان في حدود 7 مليون جنيه. يعني انت عقد الرعايه وقتها كان بيجيب لك حوالي 10 لعيبه. انا بعمل لك معادله بسيطه يعني. سيبك من البث التلفزيوني ما كانش موجود خالص. النهارده انت بتتكلم على عقد الرعايه بتاع 2014 250 مليون جنيه. النهارده اغلى لعيب مصري كان في حدود 10 ل 12 مليون جنيه. يعني عقد الرعايه النهارده ممكن يجيب لك اكتر من
20 لعيب. فانت النهارده الكوره بقت بتدر دخل كبير جدا بعد يقدر يصرف على بقيه الجوانب اللي لا ده بقى اللي انا ده الفكر الجديد اللي احنا داخلين بيه. مش بس الكوره، حط الكوره على جنب. احنا عندنا نشاط رياضي في النادي الاهلي النهارده مدرسه. النادي الاهلي النهارده مش كوره، النادي الاهلي النهارده نشاط رياضي. مدرسه النادي الاهلي انت بتمتلك افضل مدربين موجودين عندك، بتمتلك افضل رؤساء قطاعات موجودين عندك، بتمتلك افضل رياضيين موجودين عندك، لكن انت مش عارف تسوق الفكر، مش عارف تسوق النشاط الرياضي عندك. لما دخلت بقى جوه في الانتخابات وبدات احتك بالناس، انت عندك مدارس ما شاء الله في كل الالعاب اللي في النادي الاهلي، بس محتاجه اهتمام اكتر، محتاجه اهتمام ومحتاجه تسويق. انت عندك انديه النهارده في مصر زي وادي دجله على سبيل المثال سبق في الحته دي. صح. عمل براندنج لفكره النشاط الرياضي. مجتمع الابطال سمى نفسه، طلع من 7-8 سنين وسمى نفسه وحط مكانه لقصه النشاط الرياضي. ده الفكر الجديد الفتره اللي جايه، عشان دايما بيتقال ان المجلس اللي جاي يفكر في الكوره بس. لا، المجلس اللي جاي يفكر في خدمات للاعضاء بفكر جديد وبتكنولوجيا جديده، جاي يفكر في مبادرات لكل الشرايح العمريه اللي موجوده جوه النادي، من اول الاطفال لحد الشباب لحد الرواد وكبار السن لحد ذوي الاحتياجات الخاصه. ملف الخدمات بالرعايه الطبيه بالمطاعم بالكلام ده كله، ده ملف كامل بمبادرات جديده بخدمات تعليميه بتكنولوجي مختلفه لرقابه الخدمات في النادي من خلال شركات متخصصه. ده ملف هيتعرض باذن الله بعد بكره وهتلاقي قبول كبير. النشاط الرياضي ده ملف لوحده، النشاط الرياضي بقى اللي شامل الالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه اللي غير الكوره. النقطه دي نقطه مهمه جدا، لسبب لان كان في كتير او قطاع كبير من الاعضاء في الجمعيه العموميه في النادي الاهلي كان بيعيب على مجلس كابتن حسن حمدي، ولما كان موجود كابتن محمود الخطيب كنائب رئيس، ان اهتمامهم اكتر بفرقه الكوره بس، لكن النادي من الناحيه الاجتماعيه وبقيه الانشطه ممكن ما كانش فيه نفس الاهتمام. دي جزئيه انتوا اهتميتوا بيها المره دي او اتكلمتوا فيها بشكل كبير؟ اكيد اكيد. لما احنا عملنا البرنامج بناء على استبيان من حوالي 500 عضو، وزي ما بقول لك كل واحد فينا نزل بنفسه وشاف وحس بالكلام ده كله. وتاني عايز اقولك ان النادي الاهلي في مراحل وانترفلز معينه عدى عليها خلال ال 20 سنه اللي فاتوا. يعني تعالى ناخد من سنه مثلا نص التسعينات، هتلاقي الاهلي عمل انشاءات قويه جدا في الفتره دي، مثلا مجمع حمام السباحه في مدينه نصر، صاله الامير عبد الله الفيصل، دول منشئين يمكن من اهم المنشآت في النادي الاهلي، دول اتعملوا في نهايه التسعينات. في بدايه سنه 2000 اللي هي كانت اول دوره للكابتن محمود الخطيب، وكان معاه من المجلس القايمه اللي معانا معاه الوزير الاسبق العمري فاروق واستاذ ابراهيم الكفراوي، كانوا موجودين في المجلس ده. تم الاعتراف ان في تقصير في الخدمات وقتها، واتعمل فيجن لتطوير الخدمات في النادي الاهلي. اتعمل بقى في الفتره دي من 2000 ل 2004 او يمكن ما بعد ذلك، اتعمل صاله الكاراتيه في مدينه نصر، اتعمل فود كورت اللي في فرع الجزيره، اتعمل مكتبه النادي الاهلي في فرع مدينه نصر، التطور ملاعب الاكاديميات بتاعه الكوره في مدينه نصر، اتعمل شغل انشاءات كبير جدا، تم كان في احتفال بالمئويه في 2007، اتعمل شغل محترم في خلال الست سبع سنين دول. بعدين جت قبل الثوره الكوره بدات تضغط شويه، بدا زي ما قلت لك الكوره بدات الاسعار تعلى جدا، المنافسه بدات تعلى. لو تفتكر وقتها كان في كمان انديه الشركات اللي هي بتروجيت وامبي والكلام ده كله بداوا يرفعوا الاسعار جامد، فبدات الكوره تضغط شويه بعض الاستثمارات في الكوره، وبدا وقتها كمان رحنا داخلين بقى في 2011 على ثوره، الامور بدات تقف، بدات تتعرقل، فبدا يبقى في تعطيل لمسيره التطور اللي حصلت، ودي اللقطه الاخرانيه للناس او بعض الناس فاكراها. وده في انا في وجهه نظري الشخصيه شايف ان فيها ظلم، لان تاريخ النادي الاهلي كله، النادي الاهلي تقريبا اول نادي في مصر يبقى عنده فرعين. يعني اول نادي في مصر، وده دليل ان النادي الاهلي طول عمره بيهتم بالجانب الاجتماعي، والا كنت لو هي في موضوع كوره كنت هتسيب نفسك في الجزيره ملعب التتش وجنينه حواليك. لكن الفكر بتاع النادي الاهلي دايما سابق، وطبعا احنا شفنا الملحوظه دي وبنتكلم فيها مع الاعضاء، ولذلك احنا مركزين جدا في البرنامج على الجانب الخدمي والاجتماعي، لان احنا شايفين ان ملف الكوره زي ما بيقولوا فور جرانتد، يعني مضمون بالنسبه للجماهير وبالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه طول ما الكابتن محمود الخطيب موجود على راس القائمه باذن الله. انما الملف الخدمي والاجتماعي محطوط زي ما بقولك بمبادرات للخدمات وتطويرها لمراقبتها بشكل فيه تكنولوجيا مختلفه وفي شغل مختلف. نشاط الرياضي باذن الله هنعمل فيه شغل تاني خالص من ناحيه الاستثمار ومن ناحيه الريبراندنج بتاع النادي الاهلي. تمام. في النشاط الرياضي كمشجع كعضو في الجمعيه العموميه، شايف الاربع سنين اللي فاتوا ازاي؟ يعني شايف تقييمك لمجلس الاداره الحالي المهندس محمود طاهر وقائمته شايف ازاي؟ طبعا احنا بيكون كل تقدير لاي شخص بيحمل اسم النادي الاهلي، دي نقطه لازم كل يبقى فاهمها، ما دام مهندس محمود طاهر هو رئيس النادي الاهلي كلنا بنكون له كل احترام وتقدير.
في انجازات لازم نقول ان في تطور حصل على مستوى الخدمات والانشاءات حصل. ابرز انجاز وجهه نظرك للمهندس محمود طاهر وقائمته كانت ايه او مجلسه يعني كانت ايه؟ تطوير، حصل تطوير في الخدمات والانشاءات متشاف على الارض. لكن زي ما بقول لك الاعتراض الوحيد اللي عندي فكره انك انت بتنسب كل حاجه لما حدث من 2014 لحد دلوقتي بدون النظر لما قبل ذلك. يعني عندنا مثلا على سبيل المثال المبنى الاجتماعي في فرع الجزيرة. تمام. المبنى الاجتماعي في فرع الجزيرة في وجهة نظر الشخصية كان في أواخر عهد كابتن مجلس كابتن حسن حمدي كان هو عبارة عن ستراكشر خرسانة، وكان أقبح شيء جوه النادي لأنه ما كانش متقفل وكان شكله العام وحش. لما جه مجلس مهندس محمود طاهر بدأ يبقى فيه فلوس، وزارة دعمت المبنى ده بالذات، عمل بشكل حلو جدا، بقى أحلى حاجة النهاردة في فرع الجزيرة. صحيح. فحصل تطور في الخدمات والإنشاءات بنعترف بذلك تماما، لكن لازم برضو نقول إن ده اتجاه دولة. يعني أنت لو تشوف التطور اللي حصل في كل أندية مصر في الثلاث سنين اللي فاتوا، مش بس الأهلي، الزمالك، وادي دجلة، مركز شباب الجزيرة، سموحة، توجه الوزارة، توجه الوزارة. انت حضرتك، لو فتحت الفيسبوك بيج بتاع الوزير الشباب خالد عبد الوهاب هتلاقي كل يوم في جديد في الملف ده. مزبوط. الاسبوع اللي فات كان بيفتتحوا مبنى اجتماعي في نادي الاسماعيلي، نادي الاتحاد السكندري بيعمل فرع جديد تاني ليه، نادي سموحة بيطور في اسكندرية، نادي بني سويف، نادي طنطا. ففي تطور حصل كاتجاه دولة، والدولة دعمت ده بجزء من الفلوس وكتوجه عام. ده برضو تاني ما ينكرش ان الناس عملت شغلها على ملف مظبوط، لكن لازم نبقى فاهمين ان ده كان توجه عام للدولة ما كانش موجود قبل كده، قبل 2014. بالعكس انت الدولة كان بيبقى فيه فلوس ومستحقات النادي الاهلي مش عارف يحصلها، يعني ما كانش فيه اهتمام بالحتة دي. لما بعد 2014 بقى توجه الدولة رايح اكتر للأندية. ده جانب الانشاءات وجانب الخدمي. في عندنا نقطتين مهمين جدا يمثلهم محمد الضماطي، خرجوا المال وصناعه، ويمثلهم محمد الضماطي مشجع، جانب الرياضه وكره القدم تحديدا. رايك في اداء المجلس الحالي فيها ايه؟ وعلى جانب فكره ان الميزانيه بقى فيها فائض، النادي الاهلي وصل الفائض قرب الربع مليار جنيه. النقطتين دول عايز اعرف رايك فيها. طيب بالنسبه للكوره، شايف ان ان النادي الاهلي الاربع سنين اللي فاتوا احنا فزنا بلقب واحد افريقي في كاس الكونفدراليه، فانا شايف ان كان ممكن يبقى في احسن بكل تاكيد. الفريق خد وقت، يمكن الاول الامور كمان كانت اسوأ. احنا ضيعنا بدون معنى رقم قياسي. انا شخصيا بقى كمشجع اهلاوي متعصب شويه، احنا كنا واخدين دوري 8 مرات على التوالي. احنا كنا قربنا فضلنا دوري ونحقق نفس الرقم اللي حققناه في بدايه الدوري من 48 49 لما خدنا 9 دوري ورا بعض. فاحنا بدون لازمه ضيعنا رقم قياسي ان احنا نوصل للتسعة دوري ورا بعض. رقم قياسي ما فزناش ببطوله افريقيا بقى لنا 4 سنين، رابطه دوري الابطال، ما رحناش كاس العالم. كل ده ليه تاثير على القيمه التسويقيه للنادي الاهلي، على انك انت توصل ويبقى اسمك مسمع بره في العالميه انك انت بتروح كاس العالم. في النقطه دي بعض الجماهير بتحمل مجلس المهندس محمود طاهر المسؤوليه في خساره دوري ابطال افريقيا عشان باع لعيبه مهمين. لو انت عضو في المجلس رايك هيكون في ايه؟ يعني رايك بالنسبه لبيع مثلا ايفون، رمضان صبحي، احمد حجازي، وده اللي ناس كتير شايفه ان هو اثر بشكل كبير على فريق الكوره. شوف انا كعضو مجلس اداره مرشح محتمل لو ربنا قدر ليا، في حاجه اسمها لجنه كوره. لجنة الكرة هي اللي بتوجه سياسات كرة القدم في النادي. مش دوري انا كمحمد الضماطي، والا يبقى انا النهارده بعمل اللي انا بنتقده. احنا دورنا هنا في مجلس الادارة عندنا ملفات معينة في حاجات كتير، لكن ملف الكرة مع كابتن محمود الخطيب واللجنة كرة محترمة تكون معاه زي ما اتعودنا في النادي الاهلي على مدار تاريخه. لكن مش صح ان انا اطلع اقول لك والله مثلا على سبيل المثال انا شايف ان اللعيب الفلاني لازم يتباع. لا كان كمشجع انت شايف ان ده اثر على فريق الكرة؟ مشجع خلاص دلوقتي كل كلمه هتطلع مني لازم تبقى بحساب، لان ما اقدرش ابقى قاعد معاك النهارده اقول لك مثلا هتقول لي رايك في اللعيب الفلاني ايه، اقول لك والله ده اعظم لعيب في الدنيا وده لازم يتشال على راسنا ونزود له مرتبه ونزود له عقده وان شاء الله ربنا يقدر ليه يبقى موجود والشهر اللي جاي تلاقي الاهلي بيستغنى عنه. هتعرف ساعتها ان حصل خلاف على كرسي على ترابيزه مجلس الاداره، وده مش متعودين عليه في النادي الاهلي. الجزئيه الخاصه بفائض الميزانيه، شايف ان المهندس محمود طاهر ومجلسه قدر يحقق ايجابيات في الجزئيه دي؟ تاني انت معاك اهم اسد في مصر، معاك اهم براند في مصر، براند النادي الاهلي. ففي حاجات معينه حصل فيها طفرات لازم نشرحها. يعني لما تيجي تقول لي النهارده مثلا ان حصل فائض بسبب بيع رمضان صبحي وايفونا وتريزيجيه، حصل، انت بعت الثلاثه بحوالي 15 مليون دولار، لكن انت حصل في نفس السنه تعويم للدولار، فانت كل دولار انت بعت بيه انت كسبت فيه 10 جنيه. فده احنا بنسميه في البيزنس عندنا نون ريكيرنج ايتم، دي حاجه مش هتتكرر كتير، والا لو اتكررت كتير البلد تقفل خالص. بس يعني كل دولار انت بعت بيه اللعيبه دول كسبت فيه 10 جنيه، فانت عملت فائض فوق ال 100 مليون جنيه من بيع ثلاث لعيبه. صحيح. مش هتتكرر تاني. سيبك بقى من الجانب الفني. مظبوط.
لكن في حاجات تانية حصل فيها تحسن، مش بننكر ذلك. حصل بقى في بث تلفزيوني، وحقوق بث تلفزيوني ما كانتش موجودة قبل ذلك، ما كنتش تحلم انت من 4-5 سنين ان يبقى في حق بث تلفزيوني بالشكل ده. مزبوط. تاني دي ظروف بلد خدمت المجلس المهندس محمود طاهر. حصل فرع الشيخ زايد، فرع الشيخ زايد مجلس كابتن حسن حمدي سلمه او خد الارض، عمل الاسوار، عمل جزء من البنية التحتية. هنقعد بقى نتخانق ويقولوا لا هم ما عملوش بنية تحتية، وده عمل في الاخر اتعمل بنية تحتية، وجي المجلس الحالي افتتحه ولم اشتراكات على لم عضويات على الفرع ده ورفع رقم الميزانيه. بمناسبه الشيخ زايد، هيبقى ليهم حق التصويت في الانتخابات ولا لا؟ والله ده شيء قانوني، انا مش فقيه قانوني، احنا كلنا مستنيين التضارب اللي حاصل ونتمنى ان هي تعدي. لكن لغايه دلوقتي لسه ما فيش قرار مؤكد، يعني ما فيش قرار مؤكد. اعضاء الشيخ زايد تاني برضو حابب اكد ان الفكر التقسيم اللي احنا بيتروج كتير، اهلي زايد واهلي مدينه نصر واهلي الجزيره، كلنا في الاخر الاهلي، يعني فكرة الفروع ان انا لا ده زايد وده مدينة نصر والتصويت هنا وده في الاخر ده النادي الاهلي، عمري ما شفتها ان ده يتقال ده بتاع مدينة نصر وده الجزيرة، يمكن الا في الفترة اللي فاتت. يعني منزعج من فكرة ان الانتخابات هتتم على اللائحة الاسترشادية مش اللائحة اللي حاططها مجلس ادارة النادي الاهلي؟ كنت حابب ان احنا نخلص اللائحة بتاعتنا، لان شايف ان الاهلي ما يقلش عن اندية كتير خلصت اللائحة بتاعتها باعداد قياسية. نادي الجزيرة، هليوبلس، سموحة، الزمالك، كل دي أندية خلصت اللائحة بتاعتها بدون يعني بدون زخم. كنت أتمنى إن احنا نخلص يعني نخلص اللائحة بتاعتنا بهدوء. أنا يعني اللائحة اللي النادي الأهلي قدمها مش شايفها فيها فروقات كتير، لكن يعني عندي ملحوظة شوية على البند رقم 10 والبند رقم 11 اللي هو بيخص تأسيس شركات تأسيس شركة للكرة القدم. والبند رقم 11 اللي هو بيضمن لنادي الأهلي أغلبية في كل الشركات التانية. وحقيقة عايز حد يطلع يفسر لنا البند هو ده. البند الشركة الوحيدة اللي ما يحقش نادي الأهلي أغلبية فيها هي شركة كرة القدم، وده أنا كل الشركات التانية يحق ليه الأغلبية، وده أنا عايز أفهمه. يعني من منطلق عايز أفهم، يعني هل هيتحدد غلط؟ هل هي مثلا حطت فيها حاجه غلط في الصياغه؟ هل دي مقصوده؟ يعني هل ممكن ان احنا نشوف النادي الاهلي مثلا بعد مثلا كام سنه رجل اعمال يخش يشتري شركه الكوره بتاعه النادي الاهلي يقعد بيها مثلا 3-4 سنين ويحصل له تعثر مالي، فنلاقي النادي الاهلي زي مثلا ما حصل في انجلترا مثلا مع فولم مع محمد الفايد، دخل اشترى الفريق من وطلعه البريمير ليج وقال انا هصرف وهعمل، او يجي مستثمر وبعدين زهق ويبيع ويكسب مش عايز بطولات. انا بس يعني على فكره والله انا مش يعني مجرد استفسار، يعني مش بتهم حد بـ 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 بحاجه في الماده دي، بس عايزين نفهم ليه الماده اتحطت بالشكل ده. هل مثلا كانت غير مقصوده ولا في حاجه في الصياغه؟ يعني البند ده هو البند الوحيد اللي انا مش فاهمه في اللائحه. غير كده بقى ان المجلس يبقى 9 بدل 12 يبقى 10، دي كلها بالنسبه لي باقي اللائحه ما عنديش فيها اي مشكله، وكان نفسي ان هي تعدي بشكل طبيعي وان احنا يبقى قررنا اللائحه بتاعتنا عشان ما نبقاش ماشيين بلائحه استرشاديه فرضت على النادي الاهلي. لكن الاستفسار بتاع البند رقم 10 اتمنى ان احنا استفسار في محل نسمعه من ال الناس القانونيين اللي حطوا اللائحه دي. هو بند واحد، عايزين بس حد يطلع يقول هل ده كان مقصود او غير مقصود. لو غير مقصود خلاص يعني نضمه للبند نمره 11 ويبقى النادي الاهلي بيحافظ على اغلبيه في الشركات الخاصه بتاعته، ودي حاجه محترمه جدا. بس من الـ يعني الاراء او التعليقات اللي بنسمعها خلال الفتره اللي فاتت على طول ان مش ده النادي الاهلي، ان في بعض السياسات اللي بتتم جمهور الاهلي مش متعود عليها. كواحد من جمهور النادي الاهلي، شايف النادي الاهلي مخترق؟ شايف ان في تعامل مع الاعلام بشكل انت كواحد من افراد الجماهير ما كنتش بتشوفه قبل كده في اداره النادي الاهلي؟ حقيقه ما نقدرش ننكرها. لكن برضو خلينا نقول ان احنا النهارده احنا فاضل لنا 15 يوم على الانتخابات. عايزين ان احنا نركز دلوقتي تركيزنا كله في ازاي ان احنا نوضح رؤيتنا للجمعيه العموميه. خلينا نكون واضحين، الملف الكروي بما له وما عليه والشغل الاعلامي والكلام ده كله تاني، ده مضمون 100% بوجود كابتن محمود الخطيب. وانت طبعا بتحس بنبض السوشيال ميديا وان الجماهير نفسها تشوف كابتن محمود الخطيب رئيسا للنادي الاهلي. لكن انت النهارده، وطبعا يا جماعه العموميه ان شاء الله، انا كنت لسه هقول لك في ناس بتقول لك الجمهور حاجه والجماعه العموميه حاجه ثانيه. باذن الله باذن الله انا يعني خلينا نكون واقعيين، احنا النادي الاهلي عودنا على ان احنا نشتغل حتى الدقيقه 90 95 وده اسمه مجلس اداره بروح الفانيلا الحمراء. فاحنا كلنا عايزين نحارب لحد اخر دقيقه. لكن احنا واثقين 100% في الجمعيه العموميه، واثقين 100% ان الناس
تقدر كابتن محمود الخطيب. الراجل قضى 47 سنه من عمره جوه النادي الاهلي. الراجل ده ساهم في شعبيه النادي الاهلي، ساهم ان احنا النهارده قاعدين بنتكلم على براند النادي الاهلي، لان كابتن محمود الخطيب ظهر في وقت بدايه ظهور التلفزيون وبدايه ان الماتشات تبدا تتذاع. الراجل ساهم في ده، والراجل اداريا تدرج من اول عضو مجلس اداره لامين صندوق لنائب رئيس مجلس اداره ورئيس مكتب تنفيذي، وكمان معاه مجموعه اعتقد ان الناس شايفه ان هي عندها الكفاءه، وكمان معاها برنامج محترم يلبي القلق اللي موجود عند بعض الناس على زي ما بقولك على موضوع الخدمات، على موضوع الاهتمام بالنشاط الرياضي متغطي بشكل كامل. فباذن الله عندنا ثقه في الجمعيه العموميه في الحته دي، ما عندناش قلق ان شاء الله، لكن بنشتغل على كل حاجه زي ما بقولك لحد الدقيقه الاخيره. شايف المنافسه ازاي؟ يعني شايف الموضوع سهل وبسيط زي ما انت بتتكلم وان احنا واصلين في الجمعيه العموميه، ولا شايف ان هي منافسه شرسه زي ما كل الناس شايفاها؟ يعني عمر ما واحد اهلاوي هيقول لك على حاجه بسيطه. احنا بنحترم كل الناس وبنحترم وبنقدر المجموعه اللي موجوده قدامنا 100%. وطبعا انتخابات قويه زي ما بقول لك، ومتعودين على كده في النادي الاهلي. لكن خليني اقول لك ان الناس اللي حوالين الزخم اللي موجود على الجانبين هو اللي يمكن مخلي الامور اكثر سخونه. ارجع بالتاريخ في النادي الاهلي، انتخابات 76 وانتخابات 80. هل يعني لما يبقى في انتخابات ما بين الفريق اول عبد المحسن مرتجي وكابتن صالح سليم ما تبقاش اسهل؟ لا طبعا. يعني انت شايف ان دي مش الانتخابات الاعنف في تاريخ الاهلي؟ هي الاعنف عشان السوشيال ميديا والزخم الاعلامي اللي موجود، لكن لما تيجي تقارن زي ما بقول لك 76 و80، لا انت بتتكلم على قامتين. انا لو كنت عايش وقتها يعني كانت هتبقى لو كان في عصر السوشيال ميديا اللي احنا فيه دلوقتي، انت بتتكلم على قامتين عظام يعني. طيب بما اننا اتكلمنا على السوشيال ميديا، فقرتنا دايما الاخيره بتبقى عن السوشيال ميديا. هنعرف بعض السوشيال ميديا، هنعرف بعض الصور ونعرف الايموشنز بتاعتك، عن الايموشن بتاعك على كل صوره. تمام. اول صوره معانا واحد بقى طبعا يعني من رموز النادي الاهلي، كابتن حسن حمدي. طبعا كل الحب والتقدير وكل حاجه، كل حاجه حلوه. كابتن حسن حمدي من الرموز اللي انا طبعا بحبها كمان على الصعيد الشخصي، وراجل ادى. اتقابلت مع كابتن حسن؟ طبعا كابتن يعني حسن. لا في الفتره الاخيره يعني. طبعا اتقابلنا. مشارك معاكوا في الاجتماعات الخاصه بالانتخابات؟ لا 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 لا, لا خالص، بس طبعا اتقابلنا كذا مره، واتقابلنا في الصيف ودايما على اتصال يعني. كابتن حسن من الشخصيات الجميله. يبقى حب كابتن حسن حب حمدي طبعا. الصورة اللي بعد كده، واحد من الشخصيات المحترمة جدا، مهندس محمود طاهر. كل حد موجود في إدارة الأهلي الحالية، أنا ذاكرت السؤال ده قبل ما أجي عشان أنت سألت المهند امبارح. أي حد موجود جوه مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي بصفته له مني كل الاحترام. مهندس محمود طاهر أنا ما أعرفوش على الصعيد الشخصي، أنا قابلته في حياتي مرتين. مرة من حوالي سنتين في مؤتمر في شرم الشيخ الاقتصادي، ومرة من حوالي شهر في النادي. والراجل بيتعامل معايا بمنتهى الاحترام، وبيننا ناس مشتركه كتير. وزي ما بقول لك بصفته كرئيس لمجلس اداره النادي الاهلي الحالي له كل يعني الاحترام. يعني نسقف له ولا نقول له لا؟ طب لا، لو في عندك ايموشن للاحترام دي حاجه ثانيه. ماشي، نشوف الصوره اللي بعديها. كابتن حسام البدري. زي ما قلت ما اقدرش ان انا دلوقتي خلاص، انا دخلت اعتبرها في مرحله صمت انتخابي. ما اقدرش ان انا ابدي رايي في اي شيء يخص لعيبه او مدربين. لا بس ده انت عندك تسقيفه ولايك يعني عندك حاجه ايجابيه كتير يعني كلها. يعني طبعا كابتن حسام، بس ده مش تدخل في الكوره على فكره. انت في الاول انت مشجع برضه. ما بقول لك خلاص انا ما بقتش مشجع خلاص دلوقتي، بس انا يعني احب بس ان انا اوجه له رسالة ان انا يعني الف سلامة على بنته بالواقعة اللي حصلت، وطبعا ربنا يمهله له بالسلامة. امين يا رب. وبنجل ان هو قاعد جنب النادي الاهلي في ظل الظرف الاليم ده. اخيرا صورة اخيرة في فقرة الايموشنز، استاذ مصطفى مراد فهمي، واحد من نموذج النادي الاهلي والمرشح على قائمة المهندس محمود طاهر. زي ما قلت كل الاحترام لكل اعضاء القائمه الاخرى. استاذ مصطفى فهمي ابنه عمرو، انا على علاقه شخصيه بيه من زمان جدا، لان احنا الاثنين مشجعين، واحنا الاثنين تقريبا سننا واحد. و
محدش بما ان ابنه صاحبك محدش تواصل معاك ان انت تكون موجود على قائمه مهندس محطه بشكل مباشر؟ ما حصلش. ما لكن حصل جس نبض عشان يشوف الرغبه في الاول. ما جايز يكون عن طريق حد مش مبلغ هناك يعني. ممكن يكون حد يعني، لكن عشان ما بقاش بدعي حاجه مش ما حصلتش. فلا ما، وانا موقفي كان واضح من الاول تماما يعني. وما وزي ما بقول لك انا تاني ما اعرفش مهندس محمود طاهر شخصيا عشان ان هو يعرض عليا بشكل شخصي. مش عايز ادعي حاجه عشان يقول ان انا مثلا كان في خناقه ولا بتاع. لا ما كانش. تمام. فقره ماذا لو محمد الضماطي مسؤول في الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف، وهتدي جايزه تاريخيه لواحد من رؤساء النادي الاهلي على مدار التاريخ، ومش عايزين دبلوماسيه بقى، احنا عايزين اختيار. فريق مرتجي طبعا، مهندس محمود طاهر، كابتن صالح سليم المايسترو، كابتن حسن حمدي. لا ده سؤال صعب. شوف خلينا ناخدهم كده واحد واحد. الفريق محسن مرتجي طبعا، بس هتدينا اختيار في الاخر لازم، غير ان هو والد طبعا خالد، وخالد اخويا الكبير، هو انقذ النادي الاهلي في ظروف عصيبه في 65. مظبوط. وانتشل النادي الاهلي من ظروف عصيبه. فانا الراجل ده انا تاني من قبل ما اعرف حتى خالد، وكنت حريص ان انا اقرا مذكراته في الاهرام الرياضي زمان في التسعينات. فانا راجل بكن له كل حب يعني. كابتن صالح طبعا هو شموخ النادي الاهلي، رمز لشموخ النادي الاهلي. كابتن صالح زي ما بقول لك انا كنت بحبه على الصعيد الشخصي. كابتن حسن حمدي راجل اكتسب كل الصفات الموجوده في المايسترو صالح سليم، وقدر ان هو يعمل 10 سنوات او 14 سنه تاريخيه او 12 سنه بالظبط من 2002 ل 2014. وتاني بحبه على الصعيد الشخصي. أيوة لازم بس ادي حد يعني. انا عارف انت تقول مين، بس قول. هقول مين؟ والله ما انا يعني الراجل حبيبك اللي انت شايفه رمزه وقابلته في باريس و... طب انت حافظ. كابتن صالح سليم. كابتن صالح انا برضو بما انك فتحت الموضوع ده، كابتن صالح سليم انا يعني هحكي قصه انت شفتها على الفيسبوك. يوم عزا كابتن صالح سليم الله يرحمه، انا وقفت في العزا، كان في مصطفى محمود. انا وقفت ساعتين ونص عشان اخش العزا. والله العظيم ابراهيم ما كنتش اعرف ولا واحد جوه اداره النادي الاهلي. وكان عندي امتحان بعديها بيومين، واصحابي كلموني انت بتعمل ايه، انت مجنون بتعمل ايه؟ قلت لهم يا جماعه انا رايح اعزي النادي الاهلي. كنتش فعلا اعرف شخص بيحركك يعني. الحب بس لقيمه النادي الاهلي متمثله في كابتن صالح. ما هو جزء من الحلم بتاع ان انا ابقى عضو مجلس اداره كان ان انا ابقى قاعد على ترابيزه واحده مع كابتن صالح سليم، مع اني ما اعرفوش وما كنتش داري بفرق العمر او اي حاجه. الله يرحمه. كان نفسي ابقى، كان نفسي اعرف. الله يرحم واحد من رموز مصر. كان نفسي اعرف. لو انت رئيس النادي الاهلي وهتختار تبقي على لاعب واحد من الاربعه اللي هيجوا دلوقتي، انسى. لا ما انت رايك، ما احنا لا خلاص دي افتراضات على فكره، ده سؤال افتراضي على فكره. ولا لا انت الكوره ما فيش حاجه. مستحيل. انا بناقض نفسي يعني. ما ينفعش ان انا طيب. ابقى راجل متضايق من حاجه واخش اقول لك لا انا عاجبني اللعيب ده ومش عاجبني. ماشي. النادي الاهلي مر عليه مديرين فنيين كتير، وكلهم او اغلبهم مديرين فنيين عندهم ثقل كبير جدا. لو انت هتدي جايزه لمدير فني من اللي صورهم هتطلع دلوقتي وتقول ده يعني مدير فني تاريخي في تاريخ النادي الاهلي، مين؟ مستر هيديكوتي وفايتسا وهولمان ومانويل جوزيه. بالظبط. حبيبي مانويل جوزيه. ما اقدرش. مع ان مستر هيديكوتي ده مستر هيديكوتي هو جيل التلامذه اللي عمل نقله في الكره المصريه، وخد خمسه دوري في السبعينات. احنا كنا الستينات طالعين من لا شيء. انا اعتقد ان في ناس كتيره ممكن تكون بتشتغل في النادي الاهلي ما عندهاش كم المعلومات والتاريخ اللي انت لو عايز اسمع لك اي حاجه يعني. لو عايز اسمع لك اللي انت عايزه ما عنديش مشكله. واضح. لا بغير لا وكوره وباسكت ويعني انا جوه نبيل معانا في القايمه. بقعد اسمع له ارقام التيشيرتات بتاعتهم وهم بيلعبوا، هو نفسه بيتخض يعني. فطبعا كلهم اسماء كبيره. هولمان لا يعني. مستر هولمان قعد معانا من 95 96 وهرب في 97 98 في نص الموسم. خد اثنين دوري ومنهم دبل في 95 96 دوري وكاس، لكن طبعا بعيد خالص عن الثلاث اسماء دول. فايتس قعد سنه واحده لكن نقل الفرقه وخد دوري وكاس. مانويل جوزيه قصه ثانيه. مانويل جوزيه انا بقول لك انا شخصيا مانويل جوزيه انا اول ماتش للاهلي لعبه مع مانويل جوزيه ريال مدريد 4 اغسطس 2001 عشقت هذا الرجل. تتمنى ان في لعيب من الزمالك يجي النادي الاهلي؟ تاني هيكلمني في الكوره. لا يعني ده برضه تبع القصه برضه بتاع الكوره برضه. طبعا طبعا هقول لك رايي في الصفقات. يعني دي انت شايفها ان هي تبع الصفقات برضه؟ طبعا كل حاجه ليها ملف. الكوره ليها ملف بتاع الناس اللي تفهمه.
على فكره دي جزء او يعني من المآخذ اللي كان كتير او قطاع كتير ان هي كانت موجوده خلال الفتره اللي فاتت. احنا دورنا ننمي موارد الكوره. اسالني نعمل ايه في عقود الرعايه؟ اقول لك نعمل ايه في عقود الرعايه. طب بمناسبه عقود لعيب الكوره، شايف ان العقود قيمتها زادت الفتره اللي فاتت؟ ليها علاقه كلها في الاخر بمكسب وخساره. انت في الاخر النهارده ما ينفعش انك انت تقول لي ان انا النهارده هروح ادي اللعيب مثلا 20 مليون جنيه في السنه. في الاخر رينج انت بتتكلم عليه وفي الاخر كلنا بندور في فلك القصه دي. فاحنا دورنا النهارده كمجلس اداره بقى هنا ملوش في الكوره لكن ليك في التسويق، انك انت النهارده تعالى قول لي هتعمل ايه في عقد الرعايه بتاع النادي الاهلي. تقدر انك انت تنميه ولا لا؟ اقول لك اقدر. قول لي رايك ايه في عقد الرعايه اللي فات النادي الاهلي عمله 250 مليون جنيه. بعض الناس بتقول ان هو اعجاز، انا بشوف ان هو لا، كان ممكن يبقى احسن من كده. انت عندك يعني 250 مليون جنيه ده رقم انت شايفه من وجهه نظرك قليل؟ لا ينفع مش، لا مش قليل. هقول لك انا القصه ايه. انت في سنه، لا مش قصدك مش كتير، لا هحكي لك انا بفسرها ازاي. ابريل 2011 انت مضيت ب 151 مليون او 160 مليون. كنت انت اللي مختصر الرعايه على 7 رعاه. لو قسمت 150 على 7 هتلاقي ان متوسط الرعايه كان 22 مليون وشويه. انت النهارده مضيت ب 250 مليون، بعت ال 15 راعي. متوسط الرعايه 16 مليون وشويه. اذا قيمه الرعايه للشركه الواحده بالنسبه للنادي الاهلي قل ما زادش. هنا انا كمان مش حاطط حساب وقيمه الجنيه كمان، حط دي على جنب دلوقتي. مش عايز اذكرها. فانت القيمه قلت. ما عنديش مانع ان النادي الاهلي يبقى عنده 15 و20 راعي، برشلونه عنده 32 راعي. مش دي القضيه. لكن عندي ان النادي الاهلي يستفيد. لكن هل النادي الاهلي استفاد الرقم تاني ال 250 مليون جنيه لما اتشافت في الاول؟ الله اكبر، ورقم هايل وعظيم ولقطه حلو. انما لما تيجي النهارده تشوف، هل انت كراجل مشجع كوره عاجبك انك انت النهارده يبقى عندك 8 رعاه على تيشرت النادي الاهلي؟ لا. هل انت النهارده عارف تسوق التيشرت بتاعتك ب 8 رعاه؟ هل النهارده الشباب بتقبل على شراء تيشيرت النادي الاهلي بالثمن رعاه؟ مستحيل، لان في الاخر الديزاين برضو بيفرق مع اللي بيشتري التيشيرت. بالظبط. الشكل العام مش كل الرعاه لازم يبقوا على مش لازم وده اللي خلي بالك. انت عندك ما انت عندك 8 و7 بره. يعني شركتي واحده من اللي بره وكلنا بنتهافت على اسم النادي الاهلي. فعقد الرعايه كان ممكن تعمل فيه احسن من كده. طبعا، وده اللي جاي. ربطه الرعايه بعضها الجمعيه العموميه. بس دي نقطه مهمه، ان انت ما ربطتش رعايتك للنادي الاهلي بوجودك جوه او بره. يعني انت ترعى نادي الاهلي، دي جزئيه مختلفه. انا اول عقد رعايه ليا، وده للتاريخ يعني، اول عقد رعايه ليا كان في عهد المهندس محمود طه السنه اللي فاتت. اول لما عرفت ان في فرصه ان انا اخش وابقى راعي ما ترددتش ولا فكرت فيه. مضينا العقد على طول، كان من حوالي سنه ونص او سنه وثلاث شهور بالظبط. مضيت في ثانيه. خلصنا كلامنا واسئلتنا. لو ليك بقى اي رساله حابب توجهها للجمعيه العموميه، الكاميرا معاك. لا، اتمنى ان الجمعيه العموميه تبقى فاهمه ان الانتخابات دي انتخابات مهمه. النادي الاهلي هو صاحب الرياده دايما في كل حاجه. دايما احنا نمره واحد في كل الالعاب، ودايما نمره واحد في كل البطولات. عايزين كمان ان احنا نبقى نمره واحد في الجمعيه العموميه. عايزين باذن الله النادي الاهلي يعمل ريكورد في عدد الناخبين باذن الله. وكلنا ثقه باذن الله ان الجمعيه العموميه هتقرا وهتقدر البرنامج اللي هنعلن عنه باذن الله بعد بكره. وان شاء الله نكون على قد المسؤوليه لو ربنا قدرنا وكنا موجودين في المجلس. ومتشكر جدا على اللقاء الجميل ده. شكرا ليك وشرفتني ونورتني، وبالتوفيق لكل المرشحين، وربنا يولي الاصلح ان شاء الله. ربنا يخليك. كل الشكر ليك يا محمد. شكرا. شرفتني ونورتني. شكرا. شكرا موصول لحضراتكم. واستنونا في الفقره الثانيه، ومعانا تيجان الكره المصريه اسماعيل يوسف المدرج بعد الفاصل. خليكم معانا. واحد من اهم رموز مصر ورموز نادي الزمالك، واحد من افراد جيل 90 اللي صعد بمصر كاس العالم 90، واحد من اهم الكباتن اللي جم في تاريخ نادي الزمالك، ودلوقتي ساب المستطيل الاخضر وشايفينه مرشح على مقعد العضويه في انتخابات نادي الزمالك، نجمنا الكبير واللي مشرفنا ومنورنا في المدرج، كابتن اسماعيل يوسف تجانا الكره المصريه. كابتن اسماعيل مشرفني ومنورنا. ربنا يخليك يا ابراهيم، اهلا بيك وشكرا للتقرير الجميل ده. ربنا يخليك يا رب. ده حقك كابتن اسماعيل وتاريخك. الله يخليك. الله يخليك. التحول من المستطيل الاخضر ومدير الكره ورئيس قطاع الكره لكرسي مجلس الاداره، التحول ده جه ازاي؟ هو التحول ده من فتره يعني. يمكن احنا طول الفتره اللي انا كنت لعبت فيها وانا ناشئين نادي الزمالك، تدرجت لمدرب بعد ما بطلت. بعد كده اشتغلت مدير فني بره، بعدين اشتغلت مدرب عام. ودي نقطه مهمه يعني، انا كنت شغال مدير فني لمده 15 سنه. ولما جه كابتن حسن شحاته اصر ان انا اكون موجود معاه كمدرب عام في نادي الزمالك، وعشان كابتن حسن شحاته ونادي الزمالك طبعا. فرجعت. والتحول الثاني لما جه المستشار مرتضى.
طلب مني ان انا اكون مدير كوره، وانا كنت مدير فني وقتها، كنت ماسك الانتاج الحربي. فما ترددتش لان حسيت ان الزمالك محتاجني في المكان ده. كان وقتها 18 لعيب جايبينهم من بره، وقلنا ايه ان احنا ان شاء الله ممكن نعمل حاجه السنه دي، والحمد لله ربنا وفقني في سنتين ونص مع الامكانيات الموجوده داخل النادي والمدربين واللعيبه، وقدرنا ناخد 4 بطولات في الفتره البسيطه دي. من حوالي 3 اسابيع كلمني المستشار مرتضى ومجلس الاداره وقال لي احنا محتاجينك في عضويه مجلس الاداره، ولازم تكون موجود لان النادي محتاجك في المكان دوت. فما ترددتش، فالامور كلها مع نادي الزمالك بشتغلها من قلبي مش من عقلي. مش يعني بتبقى شايف العاطفه هي اللي غالبه على كل حاجه. طبعا طبعا اي موقع اطلب فيه في نادي الزمالك ده دين في رقبتي ودين في رقبه اسرتي ان احنا نكون موجودين في نادي الزمالك في اي موقع، المهم ان احنا نخدم نادي الزمالك. كابتن اسماعيل، شايف الانتخابات اللي جايه ازاي؟ يعني هل شايف كواحد من اعضاء قائمه الاستاذ مرتضى منصور ان انتم مكتسحين الانتخابات والموضوع سهل، ولا شايف ان في منافسه حقيقيه؟ لا، الموضوع مش سهل. انما المجلس اللي جاي على عاتقه يعني حاجات كتيره جدا، لان الحقيقه اللي اتعمل في سنتين ونص مجلس مستشار مرتضى والمجلس اللي موجود كان النادي قبليها كان في حاله صعبه جدا، حاله لا يرثى لها، من جزء رياضي، من انشاءات، من عضو الجمعيه العموميه، من الجزء الاجتماعي كان مش مظبوط. الفتره اللي اشتغلوا فيها مجلس الاداره حقيقه ومستشار مرتضى قدر يحول النادي وبنى نادي جوه نادي. فعمل حاجات كتيرة على المستوى الرياضي وعلى المستوى الإنشائي وعلى المستوى الاجتماعي. فعضو الجمعية العمومية بالنسبة لنا وجمهور نادي الزمالك بيبص للمجلس اللي جاي إن هو لازم يبقى على المستوى اللي مشي فيه خلال ال3 سنوات اللي فاتوا. فالصعوبة إن أنت تقدر تنفذ البرنامج، لأن كل قائمتنا حاطة برنامج في جزء اجتماعي في جزء رياضي تكملة للتطوير للي حصل في الفتره اللي فاتت. مفهوم. وجزء انشائي، نادي الزمالك ابتدى يكبر، جزء نادي الزمالك جامعه الدول المهندسين. مفيش حاجه ما اتعملتش. يعني حتى الملاعب، بدايه الملاعب قبل كده كان الملاعب بتاعت قطاع الناشئين ما كانش فيه ملاعب، وكان الملاعب عباره عن تراب، فكان معظم اللعيبه ومعظم اولياء الامور بيتدربوا خارج النادي. ده اتعمل ملاعب، اتعمل صالات، اتعمل حاجات كتيره. مؤخرا قبل ما الانتخابات تتعمل اتعمل جيم كبير جدا على مساحه 1400 متر 3 ادوار، من ضمن دور منهم سنتر للدراسه بالنسبه لاعضاء نادي الزمالك العاملين. بعض الناس بتشوف ان على الجانب الخدمي والانشائي حدث ولا حرج نجاحات كبيره جدا، بس على جانب فريق الكوره بيشوفوا ان فريق الكوره بدايه زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسماعيل، في البدايه جيده جدا مع مستر فريرا وما قبله باتشيكو وكده، وبعد كده حصل هبوط شويه في منحنى الاداء وبالتالي احراز البطولات. هي البدايه كانت قويه وسريعه. يعني لو قارنا السنتين ونص اللي فاتوا بال10 سنين اللي قبليهم، هتلاقي ان فرق الكوره وفرق الطايره باسكت هاندبول في تطور مستمر. يعني لك ان تتخيل ان فرقه الهاندبول قبل ما يجي المجلس الحالي كانت بتصارع ان هي تنزل درجه ثانيه، لان كل اللعيبه بما فيهم احمد الاحمر النجم الكبير بتاعنا كلهم خرجوا بره النادي لعدم توفر الامكانيات الماديه. فرق الطايره برضو كانت في مستويات الثاني او الثالث، لا خدت بطولات. يعني اللي حصل من خلال 3 سنوات مقارنه باللي حصل بالفتره اللي قبليها، لا هو في تطور مستمر، خصوصا كره القدم. كره القدم يعني الفتره اللي احنا اشتغلنا فيها قدرنا الحمد لله ان احنا نحصل على دوري وكاس وكاس وسوبر. لا تتناسب مع حجم جماهيريه نادي الزمالك واللي بيطمع فيه دايما جمهور نادي الزمالك ان هو دايما بينافس على بطوله، انما وصلنا نهائي افريقيا، وصلنا قبل نهائي الكونفدراليه. الكلام ده بتتكلموا في 3 سنوات فقط لا غير، مقارنه بما سبق طبعا حاجه كويسه، انما بما احنا عايزين ايه وجمهور نادي الزمالك عايز ايه، لا في حاجات ان شاء الله تحصل كويسه في الفتره اللي جايه. لو يعني برصد ردود افعال السوشيال ميديا، يا جماعه رايكم في فريق الكوره ايه مشكلته؟ مشكلته هتلاقيها بتتلخص في حاجتين،
الاولانيه كثره تغيير المدربين، الثانيه ان نادي الزمالك بيشتري لعيبه كتيره جدا. اسماعيل يوسف بقى لاعب الكوره والكابتن نادي الزمالك اللي ليه درايه كبيره بملف الكوره جوه نادي الزمالك، في النقطتين دول تحديدا شايف ان هم اثروا بشكل سلبي على مشوار فريق الكوره خلال الفتره اللي فاتت؟ هو في جزء غصب عن من المجلس يعني في جزء خاصا بالمدربين، في بعض المدربين ان هم كانوا دون المستوى. عشان كده انا في البرنامج بتاعنا الجزء الرياضي خاصه يشمل كل اللعبات بما فيهم الهاند بول، ان عايز اطور الجزئيه ديت ان احنا حتى في عنصر انتقائنا بالنسبه للمدربين بيبقى عن طريق سكاوتنج معين احنا بنشتغل عليه عشان نعرف نجيب هل يصلح هذا المدرب كشخصيا وكل حاجه بندرسها عنه وتطرح على مجلس الاداره. اسمعني هنكمل كلامنا، بس معانا على التليفون رئيس الاتحاد المصري لكره القدم باشمهندس هاني ابو رضا. باشمهندس هاني مساء الخير على حضرتك. اهلا مساء الخير، ازيك يا ابراهيم، ازي صحتك؟ تحياتنا ليك. الله يخليك وسلمنا على النجم حبيبي قلبي اسماعيل. باشمهندس هاني وحشني والله. الله يخليك، والف مبروك على الحاجات الحلوه اللي عاملها حضرتك، ودايما مهندس هاني في اي مكان يبقى فيه نجاح. الحمد لله، ربنا يخليك يا اسماعيل، ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله حبيبي. ده حقيقه كابتن هاني. كابتن هاني عايزين نبتدي مع حضرتك نطمن على الخطه الخاصه بمنتخبنا خلال الفتره اللي جايه واستعداداته. احنا سمعنا ان منتخب امريكا طلب ان هو يلعب مع منتخب مصر. هو الحقيقه كان في طلب ان احنا نلعب في يناير، بس يناير ما فيش وقفه دوليه، وبالتالي الحقيقه كنا بنفكر، فالحقيقه انا ما كانش ليا رغبه في ان احنا نلعب يعني باللعيبه الموجودين في مصر، لان يهمني طبعا ان انا برضو ننهي الدوري في الوقت المناسب، وعشان نلحق نبقى في اعداد مميز لاولادنا يعني باذن الله. فبنحاول نركز ان شاء الله بعد 1/12 بعد القرعه، يعني في عروض كتير بعد 1/12 ان شاء الله بنحدد اللي نقدر نستفاد من المباريات الوديه امتى، تواريخها وتوقيتاتها باذن الله ان شاء الله. مين مسافر يا باشمهندس بخلاف حضرتك هيكون موجود في مراسم اجراء القرعه ان شاء الله من الاتحاد ومجلس ادارته؟ هو من الاتحاد في انا الحقيقه داخل رايح بصفه الدوليه مش طبعا الكوره اللي هيبقى موجود طبعا في الترتيب الاعداميه كده مجدي عبد الغني ومحمد مجاد والدكتور كرم جوردي والجهاز اللي موجود كوبر مستر كوبر ومحمود والمهندس ايهاب الهيطه مدير الفريق ومحمود فايز، واعتقد باذن الله كمان السيد الوزير خالد عبد العزيز هيبقى موجود معانا. يعني هي دي المجموعه اللي هتبقى موجوده، ان في عمل طبعا، وانا مش عارف اذا ذكرته واحمد مجاهد ذكرته حاجه ذكرته لانه كل واحد ليه عمل يعني بعد انتهاء القرعه وقبلها في تحضير، اللي طبعا لانه بقى في معسكر دائم خلال البطوله لكل فريق على حده، وبالتالي يعني في ترتيبات لازم تتعمل، ويعني في ناس مش راحه مجرد يعني يتصوروا، لا في شغل، وخاصة بعد إجراء القرعة مباشرة يبقى في ترتيبات وفي سفر للأماكن اللي هتبقى تلاعب فيها المجموعة، يعني في مهمة ثقيلة للناس اللي موجودة. هل هيتوافق على أجازة مستر كوبر يا باشمهندس هاني؟ فنم؟ كنا سمعنا إن مستر هكتور كوبر طلب أجازة، إنه ياخد أجازة بعد إجراء القرعة الفترة اللي ما فيهاش لقاءات ودية أو ما فيهاش أجندة دولية. ما فيش مشكلة، راح الراجل كريسماس بقى، الراجل يستحقها يعني باشمهندس هاني، يستحقها. وبعدين هو الحقيقه ما هو متابع جيد، يعني مش قاعد بيتفرج على اللعيبه في التلفزيون، بيروح المباريات كتير جدا جدا ومهتم، والحقيقه دي اجازه طبيعيه يعني كريسماس في كل الناس، يعني زي ما احنا بنحترم اعيادنا بنحترم الفتره دي. بس كان انا كل تركيزنا الحقيقه ان انا كنت بركز في الوصول لكاس العالم، انت ما كنتش عارف مباراه غانا الاخيره هيبقى موقف محتاجها ومش محتاجها، وبالتالي كان عندنا روسيا، وانا قلت لا انا خلينا نركز في وكان توقيتها قبل مباراه غانا، وبالتالي يعني قبل غانا بثلاث ايام حاجه زي كده، فكنت رفضت ان احنا يبقى كل تركيزنا في الماتشات، وبحيث ننتهي من التصفيات ما بقاش فيه يعني تفكيرين وانت رايح بمعسكر معين، وبالتالي ارجعت كل الكلام ده لغايه بعد يوم 1/12 ان شاء الله. في لا 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 ما افتكرش، لا اللقاء محطوط في الجدول ومعمول حسابه، لا اللقاء موجود ان شاء الله، ما فيش لغي ولا حاجه. هيتلعب في مصر ولا زي ما احنا متعودين هيكون في احدى الدول العربيه؟ في احدى الدول العربيه باذن الله هيتلعب، لانه خلاص انت برضو بتروج للكره المصريه فرصه
انه في احتفاليه في كاس العالم، فرصه كبيره ان يتعمل السوبر، خاصه انه مش اهلي وزمالك، اهلي ومصري، وبالتالي انت عايز تروج له بشكل كويس، فان شاء الله هيبقى في احد الدول العربيه باذن الله. ايه السبب الحقيقه باشمهندس في الغاء معسكر الامارات؟ يعني كان المنتخب رايح يتكرم ويلعب هناك لقاء ودي، ايه السبب ان ما تمش المعسكر ده؟ والله بص يعني استاذ ابراهيم، انا ساعات ما بحبش افصح عن بعض التفاصيل يعني. وكان بيشتكي من ان ما حدش قال له ان لعيبه الاهلي مسافرين للسعوديه وان هم رجعوا النهارده العصر، فده هياثر على استعدادات النادي الاهلي للقاء الانتاج يوم الخميس اللي جاي يا باشمهندس. والله طبعا دي المهمه بتاعت اخونا المهندس ايهاب الهيطه، وهاب محترم وبيعرف ينظم، ف يعني ما عنديش تفاصيل للحدوته دي، بس اقول للسيد برضه سيد من ابناء يعني اللي بعتز بيهم جدا. يعني مش هقول بقى اسماعيل، عارف انا هقول ايه وخلاص فوتها. لا هو هو كابتن سيد قال احنا كل الدعم لمنتخب مصر طبعا، واشاد بالمجهود اللي حاصل، بس هو كان بيتمنى ان يبقى في مراعاه لمصلحه النادي الاهلي قبل لقاء الانتاج في الدوري يعني. الانتاج فرقه ثقيله صحيح. لا بس هو برضه لعيبته كلها مع حضرتك، وهم جايين النهارده العصر وعندهم معسكر بكره. لا والله بص الولاد يعني الحقيقه هم ماتش امتى بتاع الاهلي والانتاج؟ يوم الخميس. الخميس النهارده الثلاث، هم رجعوا الثلاث. لا ان شاء الله يكونوا واقفين على رجليهم، المفروض كان يجوا الحقيقه النهارده الصبح. امبارح كان يجوا امبارح. لا يعني كان مخطط اللي انا عارفه من الانتقاب ان يجوا النهارده الصبح. احنا جينا متاخر شويه، جينا على الساعه اعتقد الظهر او واحده تقريبا. فانما الولاد يعني جاهزين ولعبوا مباراه وان شاء الله يعني ربنا يوفق النادي الاهلي. طبعا بنشكر على فكره يعني لا نتخطى ان احنا بنشكر النادي الاهلي والزمالك على ان هم دايما زي ما الناس كلها عارفه ان هم الدعم المستمر لمنتخب مصر، واذا كان في تاخير فانا بعتذر بالنيابه عن الجهاز الفني. حاجه تحترم زي ما احنا متعودين منك دايما يا باشمهندس هاني. اخيرا الانتخابات التكميليه حضرتك شايفها ازاي؟ والله بص كل اللي داخلين يعني انا الحمد لله علاقه تربطني بالناس كلها، يعني ما عنديش خيار وفوز، بيقولوا ان شاء الله اي حد يجي اهلا وسهلا بيه، ويعني هيدخل في وسط زملائه، يعني ما عنديش غضاضه في اي حد. باشمهندس هاني ابو رضا رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، كل الشكر والتقدير ليك، ومستنيك ان شاء الله بعد اجراء القرعه ان شاء الله في المدرج تشرفنا وتنورنا. يلا بالتوفيق دايما ابراهيم، ومنور الدنيا كلها انت والكابتن اسماعيل. ربنا يخليك يا رب يا باشمهندس هاني، شرفتنا ونورتنا. كابتن اسماعيل يعني لو هاخدك لمنتخب مصر. لا انا بس عايز اكمل بس الجزئيه بتاعت الشركه، فعشان نتلافى العيوب اللي حصلت الفتره اللي فاتت، فده من ضمن البرنامج بتاعي وضمن البرنامج القايمه. جزء رياضي اللي يعني انا هتكلم فيه، وخصوصا قطاع الفريق الاول اللي احنا نتعاقد مع شركه سكاوتنج دي عشان تتلافى الديفوات اللي ممكن تحصل في اللعيبه في المدربين، من خلال تحليل فني وتحليل رقمي، بحيث ان احنا نبقى عارفين بنجيب ايه وشخصيته ايه كلعيبه. لان برضه يا ابراهيم اللي بيلعب في الزمالك والاهلي بتفرق الشخصيه برضه، يعني شخصيه اللعيب ان هو يلعب تحت ضغوط معينه وارقامه قبليها لعب قد ايه وتوقيتاتها قد ايه بتفرق في عنصر الانتقاء بتاعنا. شايف فريق الكوره دلوقتي ازاي يا كابتن اسماعيل؟ يعني جمهور نادي الزمالك شايف ان الفريق عنده لعيبه كويسه جدا، لعيبه كتيره جدا موهوبه، بس مش بتقدم النتائج او المنتج النهائي مش اللي بيرضي جماهير نادي الزمالك. هو في تطور بس التطور بطيء. لأن ايه سببه؟ سببه ان هو يعني طبعا نبوشه مدرب كويس جدا. انما التوقيت اللي جه فيه كان جه متاخر بعض الشيء. فطبعا ما تعرفش على امكانيات اللعيبه الفنيه كامله ولا الشخصيه. فهو مؤخرا ابتدى يعرف امكانيات اللعيبه وطرق اللعب اللي تتناسب مع امكانياتهم الفنيه، ودي نقطه مهمه جدا ان ممكن في وقت من الاوقات يغير من طريقه لعبه، لان عنده لعيبه يعني زي ما احنا كنا اتكلمنا في الفاصل من لعيبه نادي الزمالك عندهم لعيبه كبار جدا ولعيبه مميزه جدا تحت الفيرود. فمثلا عدد 7 أو 8 لعيبه ممكن هو يغير من طريقه اللعب بما يتناسب ان هو يستغل اكبر عدد من اللعيبه دي المميزه، انما لازم يبقى قادر ان هو يوظف يعني يلعب ب4-2-3-1 عشان يقدر يستغل الكثره اللي موجوده، بس ده بيتطلب ان فتره وقت يقدر يشتغل عليها.
واحد قريب من 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 فريق الكوره، عصر اجهزه فنيه كتير ونجم كبير ليه نظره فنيه، هو اصلا مدير فني. شايف الطريقه الامثل لنادي الزمالك دلوقتي يا كابتن اسماعيل؟ نادي الزمالك من وجهه نظري انا الشخصيه 4-2-3-1 بس الوظائف بتاعتها لازم اللعيبه تهضمها كويس، خصوصا الاثنين الديفندر، يدافعوا امتى يهاجموا امتى، لازم واحد فيهم بلاي ميكر لان ده احنا محتاجينه كنادي الزمالك، وتستغل الثلاثه اللي تحتهم لان انت عندك 7-8 كلهم احسن من بعض. حقيقة كتير من جمهور نادي الزمالك بيشوف كابتن اسماعيل رئيس لقطاع الكوره بعدين عضو مجلس اداره، ماسك دوري ممتاز بعدين ماسك فريق الناشئين، وبيبقى التفسير دايما بتاع كابتن اسماعيل ان ده تقديرا للمستشار مرتضى منصور، ان الناس بتقول ان كابتن اسماعيل يوسف محسوب على المستشار مرتضى منصور، دي حاجه بتضايق كابتن اسماعيل؟ لا خالص، انا محسوب على نادي الزمالك، محسوب على نادي الزمالك، دي طبعا وجود المستشار مرتضى ده يعني جزء كبير جزء، لكن في الاساس نادي الزمالك هو بيتي، نادي الزمالك انا اتربيت فيه، نادي الزمالك انا ما لبستش يا ابراهيم الا فانيله نادي الزمالك خلال مشواري 22 سنه، ومنتخب مصر طبعا شرفني ان انا البس منتخب مصر، انما نادي الزمالك انا بدات فيه 13 سنه نهيت وانا عندي 33 سنه، فده شيء طبيعي ان انا اخدم نادي الزمالك في اي موقع، وده اداني برضو فرصه اكتر ان انا اشتغلت في كل المجالات داخل نادي الزمالك في قطاع الكوره، حتى كجزء اداري كمدير كوره كمدير فني لقطاع الناشئين، فانا حاسس بالقطاع كله وعارف يقدر يتطور ازاي، زائد طبعا دراستي كتربيه رياضيه دي ساعدتني فترات كتيره، يعني انا ما اعتمدتش على اسماعيل يوسف النجم او اسمي او ان انا لعبت منتخب مصر او لعبت 21 سنه في نادي الزمالك بس، لا الجزء التعليمي ده كان بالنسبه لي مهم جدا، ان انا برضو كنت مركز جدا في الجامعه وفي الكليه، وقدرت ان انا برضو اعمل دراسات، ودرست في المانيا في لايبزيج هناك سنه شهرين بالظبط. في حاله نجاح كابتن اسماعيل يوسف في الانتخابات هيبقى هو اللي مسؤول عن ملف كره القدم؟ طبعا احنا كقائمه طبعا بقياده المستشار مرتضى واحمد جلال واحمد مرتضى ومعايا الاعضاء يعني هاني زاده وشريفه وعلاء مقلد الدكتور حازم ياسين، احنا حاطين ملف شامل نقط لازم نادي الزمالك الفتره اللي جايه يرتقي ليها. الملف الاول جزء انشائي استكمال قبل كره قدم كابتن اسماعيل، احنا في ثلاث ملفات هنتحرك احنا كمجلس وكرئيس فيها ان شاء الله، في حاله ان شاء الله بعد الانتخابات باذن الله ربنا يكرمنا كلنا. جزء انشائي وجزء اجتماعي وجزء رياضي. الجزء الرياضي اللي انا ان شاء الله باذن الله شامل بقى الرياضي ده شامل الهاندبول شامل كل الالعاب. ال 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 المسؤوليات بتاع كابتن اسماعيل يوسف كرئيس لقطاع الكوره، بتقعد تتكلم حضرتك مع مستر نبوشه وتشوف احتياجاته للفريق وهل هو عايز لعيبه جديده او لا وايه، لان احنا بنسمع كلام كتير الفتره اللي فاتت ان هو مش معجب بالافارقه وتحديدا رزاق سيسيه واتش بونج عايز يمشيه وكلام كتير. لا يعني هو كل الكلام ده غلط؟ لا 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 خالص، لان هو حتى هذه اللحظه في لعيبه ما لعبتش فما تعرفش على امكانياتها الفنيه واتعرف عليها كجزء تدريبي او في مباراه وديه، فهو شهر 12 هيعمل تقرير ويقول هو محتاج ايه، الصفقات اللي هو محتاجها او الاماكن اللي محتاج نادي الزمالك يدعمها من خلال التقرير الفني، وده يعني اللي احنا عايزين يبقى النظام بتاعنا في الفتره اللي جايه، يبقى في مدير فني مسؤول مسؤوليه كامله ومحدش بيتدخل خالص، ما يعني ودي حقيقه محدش بيتدخل في شغله، الراجل يعني هو مرتاح نفسيا وكل الامكانيات متوفره له، هيقدم تقرير فني من خلال مدير الكوره لمجلس الاداره يطرح ونسعى ان احنا نوفر له كل الامكانيات اللي هي يقدر يحصل بيها على بطوله الدوري ان شاء الله. اتناقشت معاه كابتن سعيد كابتن اسماعيل في الجوانب الفنيه، قلت له مثلا ان اللعيب ده ممكن يكون كويس، اللعيب ده غير فكرتك عنه، اللعيب ده اديله فرصه او كده ولا خالص؟ ما حدش بيتدخل خالص معاه، هو لما بيجي يبقى عايز حاجه المكتب عندي جنبه بيبقى بيجي. طب هو جالك كابتن اسماعيل؟ جالي مرتين في حاجات ان انا اساعده فيها حاجات اداريه بالنسبه للعيبه وكده، لكن مش راي فني. لا لا دي حقيقه. هو مين؟ اتفضل كابتن. لا اتفضل حضرتك. هو الراجل شخصيه كويسه جدا محترم جدا،
وبيشتغل بايده داخل الملعب. الجزء التكتيكي يعني يمكن انا بتفرج على التمرينات، الجزء التكتيكي عنده مهتم بيه. وده في اعتقادي الانديه الكبيره والمنتخبات محتاجه تكتيك اكتر. يعني لان الجزء البدني وفي معد بدني في كل ده ما بقاش فيه مشكله دلوقتي. انما الجزء التكتيك اللي تقدر توظف فيه اللعيبه، واللي تقدر ان انت توفر فرص وابداعات بالنسبه للعيب داخل الملعب ان هو يقدر يضرب اي تكتيك مقابل، ده محتاجه الفرق الكبيره زي الزمالك والاهلي. بعض من جمهور نادي الزمالك بيشوف ان طول عمر نادي الزمالك متعود ان جهاز الكره بيتكون من نجوم كبار وعظام واخرهم كابتن اسماعيل يوسف. وجود كابتن ايمن حافظ وهم يعني خلفيته وانتمائه للنادي الاهلي دي بتثير حفيظه كتير من جمهور نادي الزمالك، كابتن اسماعيل بيبص لها ازاي؟ انا ببص لها ان هو ايمن اولا كان مدير فتره كبيره جدا في المنتخبات، عنده خبرات، كان لعيب كوره في النادي الاهلي، وهو محترف متخصص في الجزئيه دي. فنادي الزمالك يستفاد منه في الجزئيه دي بغض النظر، لان برضه في بعض يعني كابتن جوري جه عندنا ودرب وخد بطولات، فالامور بقى بروفيشنال اكتر يعني هو محترف وهو شخصيه محترمه جدا، شخصيه قويه جدا طبعا مع كل تقدير واحترام ليه، ممكن يستفيد منه في الجانب الاداري في الجزئيه دي، خصوصا ان كان قبليه برضه مدير اداري كوف نازل معنا الانتخابات حماده برضه كان كويس جدا، وهو ما كملش في الجزئيه دي، فكان انسب واحد يكون موجود في الجزئيه دي طبعا ايمن، وهو جدير بالمركز ده. هل بتشوف يا كابتن اسماعيل ان نادي الزمالك مخترق؟ يعني لفتره طويله كنا بنسمع دايما من كتير من الزملكاويه نادي الاهلي قفل على نفسه وما فيش اخبار بتطلع وبتاع، بس الزمالك يعني مفتوح ومشاع امام الجميع. هل اقل من الاول؟ اقل من الاول يعني الفتره اللي احنا قفلنا فيها جامد فتره الدوري والكاس وبعدين كاس مع مؤمن كان مقفول، كان مقفول، وده برضو مفتاح السر يعني انت هتقفل واخبارك تبقى جواك ولعيبتك ما يبقاش فيه اختراقات من اي جانب تقدر تفوز ببطولات بسهوله. اعتقد يا كابتن اسماعيل واحد من يعني من اسباب النجاح الكبيره في الفتره بدايه السنتين ونص زي ما حضرتك كنت بتتكلم ان كابتن اسماعيل كان عنده روابط قويه جدا بينه وبين لعيبه الفريق طبعا، وعلى راسهم باسم مرسي طبعا، وعايزين بقى نشوف ايه القصه بتاع باسم مرسي. يعني مهاجم مفيش حد يختلف عليه، امكانيات واحد من افضل المهاجمين اللي موجودين في مصر، باسم مرسي وهو قريب منك جدا وانا عارف، ايه المشكله اللي عند باسم؟ يعني انا بتكلم بقى كابتن اسماعيل اللي هو الاخ الاكبر اللي باسم مرسي بيتكلم معاه في ايه؟ انا يعني والده يعني انا باسم طبعا عايز اكبرك اكتر. باسم في بدايه ما كان معايا في الانتاج واصرت ان هو يكون موجود في نادي الزمالك، وكلمت المستشار مرتضى قلت له عندي لعيب كويس جدا وده هيبقى يخدم نادي الزمالك، وكان عنده طموحات كبيرة. الفترة اللي فاتت يمكن انا اتكلمت مع باسم ان شاء الله هيرجع اقوى من الاول، هو بقاله فترة شهرين شغال كويس قوي بس هي مش ماشية معاه. فقلت له الكورة لما توصل يعني طموحات اي لعيب ان هو يلعب منتخب، يلعب نادي الزمالك او اهلي، يكسر الدنيا، يبقى فيه دايما عنده طموحات متجددة. صح. الفترة اللي فاتت هو يمكن انا لومت باسم ان هو ايه طموحه وقف ان انا خلاص بقى بقيت نادي الزمالك والهداف ومنتخب مصر، ما يعرفش ان الكوره لازم دايما تكون في اجتهاد ولازم دايما تكون في تركيز ولازم دايما تكون في طموحات متجدده، وحتى لو وصلت لاقصى طموحات لازم تجدد انت طموحاتك. صح. فهو فتره من فترات دماغه اتشغلت بس ان يعني خلاص بقى، فطبعا لقى الدنيا مش مظبوطه، فابتدى يرجع وابتدى يتمرن انديفيدوال لوحده، ابتدى يعمل برنامج، ابتدى يركز زي الاول. بس هي مش ماشيه معاه. فقلت له لا هي هتفتح وهتفتح قريب ان شاء الله، وان شاء الله اتمنى ان هو يرجع منتخب لان هو هداف كبير ولاعب لعيب محترم. يعني بما اننا اتكلمنا على المنتخب وكنا بنشوف في التاريخ جون اسكتلندا، الجون اللي ما يعني صعب يكرر تاني، واحد من احلى جوان منتخب مصر مش بس كابتن اسماعيل، شفت ازاي اللقاء الاخير وتالق الجوهره السوداء بتاعتنا محمود عبد الرازق شيكابالا؟ طبعا انا شفت اللقاء، ان طبعا مع العدد اللعيبه الكتير اللي دخلوا يعني خمس او اربع لعيبه كانوا موجودين، المنتخب ادى مباراه كويسه جدا بالرغم ان كان في
ضغط عصبي على اللعيبه الجداد انهم عايزين يثبتوا نفسهم. انما تستثنى من ده ابني واخويا الصغير شيكابالا، لان هو شيكابالا من اللعيبه الكبار العظام، وهو عنده تركه نفسيا لو مرتاح وبدنيا لو جاهز يكسر الدنيا. يعني من اللعيبه هو عمل طبعا جيم، وده المتوقع من شيكابالا لما يكون مرتاح نفسيا ويكون جاهز بدنيا، وده اللي حصل في الفتره اللي بيلعب فيها ماتشات في السعوديه وماشي كويس جدا مع ناديه. فرجليه بقت في الملعب بدنيا كويس، لكن هو فنيا على طول اكتر من ممتاز. هو يمكن سبب من اسباب ان رجوعه مصر قبل ما نشتغل، ان كنت مصر ان يكون موجود، واتمنى ان شاء الله ان هو يلعب كاس عالم، لان هو يستحق ان هو يلعب كاس عالم، لان هو اتظلم كتير. وبعد بعد الجول وبعد الماتش ده تحديدا، تعاطف مع شيكابالا مش جاي من الزملكاويه بس، يعني زملكاويه اهلاويه ناس كده فرحت ان شيكابالا جاب جول ورجع، لان هو في الاول في الاخر هيبقى مفيد لمنتخب مصر بشكل كبير. يعني هو مميز جدا ولاعيب كبير ويفرق مع اي فريق، وانا اتمنى ان هو يعني يكمل مع منتخب مصر ان شاء الله يلعب كاس عالم، لان هو ده اللي ينقص شيكابالا ان هو يلعب كاس عالم، لان هو موهبته اكبر بكتير من اللي حققه، لان هو يستحقها الحقيقه. هو يعني الفتره اللي هو اشتغل معانا كان ملتزم جدا، برغم ان عقده كان بسيط 1000 جنيه في السنه، ما كانش بيدور على فلوس، بيحب نادي الزمالك جدا، عاشق نادي الزمالك. ويمكن في فتره من الفترات اتكلمت انه شيكابالا هيكمل عرضه، لسه هقول لك هيكمل عرضه. لا بس في ناس بتبقى في تصريح اتفهم غلط، فكويس مش اتفهم. هم حرفوه. انا قلت طب ايه انت قلت ايه بالظبط تصريحك كابتن اسماعيل، وتم تحريفه ازاي؟ طبعا ان شاء الله هيكمل اعارته عشان يلعب كاس عالم، لان ابراهيم فتره اللي لعبها في السعوديه دي اديته فرصه ان هو محترف بره البلد، فطبعا المحترفين بيبقى ليهم نظره مختلفه وليهم تبعات مختلفه عن داخل مصر. انما هو يكمل ان شاء الله ويرجع نادي الزمالك. فطبعا اللي انا مش على هواه راح كاتب قال لك ايه، اسماعيل يوسف يقول اول لما هنجح ده شيكابالا ده ابني يعني. وكان سبب من اسباب بعد ربنا سبحانه وتعالى ان يرجع نادي الزمالك ان انا اصريت ان يكون موجود. سمعنا اخبار، وكان حتى الخبر ده معانا النهارده في بدايه الحلقه فقره الاخبار، ان مستر نيبوشا طالب ان شيكابالا يرجع بعد انتهاء اعارته. ما هيرجع طبعا. طبعا ده يعني ده مش هيجدد له لا لا لا, لا. وهو حتى في الفتره اللي فاتت ابراهيم الناس ما تعرفوش ان النادي طلب شراؤه الفتره اللي فاتت دي على طول، طلب شراؤه والنادي رفض الرائد طبعا. والنادي رفض تام طبعا. لا لازم يكون موجود بعد العقد. في عروض تانية جات لشيكا من انديه تانية؟ لا هو بعد المستوى الكبير اللي ظهر بيه المتميز، برغم ان هو يعني الفرقه مش مساعده اكتر، يعني لو فرقه يعني اتمنى لهم ان هم يمشوا افضل من كده الفتره اللي جايه، ان هو فارق معاهم يعني، فقالوا ان هم عايزينه يكون موجود معاه. فطبعا احنا ما نقدرش ان يعني شيكابالا ان شاء الله يكون موجود معانا بعد انتهاء عرضه، اللي اديته فرصه برضو ان هو ايه يظهر ويلعب كاس عالم ان شاء الله، وبعد كاس عالم يكون موجود معانا ان شاء الله. ان شاء الله. استمرارا في الحديث عن فريق الكوره، مين الصفقه اللي جاتك يا كابتن اسماعيل وانت شايف ان الصفقه دي لسه لما الناس تشوفها وجمهور الزمالك يشوفها هيغير رايه عنها بشكل كبير، او هيشوف نجم لسه هم مش حاطين ايديهم عليه دلوقتي؟ هو في صفقات الشامي الشامي اللعيبه اللي انا شايفهم مميزين جدا، بس ما خدش فرصته كامله. في بعض اللعيبه طبعا زي محمد رمضان. احنا الحقيقه تحت الفيرود عندنا يعني كتيبه يعني، والحقيقه ان الولاد بيتمرنوا كويس جدا، وان هم مستنيين فرصه بس ضوء صغير كده عشان يمسك في الفرصه ويكسروا الدنيا ان شاء الله. نرجع للانتخابات تاني يا كابتن اسماعيل، شايف الازمات الدائره ما بين قائمه المستشار مرتضى منصور وقائمه الكابتن احمد سليمان، وفي الاول وفي الاخر كابتن احمد سليمان كان واحد من افراد مجلس المستشار مرتضى منصور، شايف الصوره والازمات واللجنه الاولمبيه وتحليل المخدرات واستبعاد والكلام ده كله، بتشوف الصوره دي ازاي او بتتكلموا فيها ازاي؟ احنا دي اصل كان في لائحه، يعني لائحه متوافق عليها من الجمعيه العموميه نادي الزمالك، وكلنا التزمنا فيها، وشايف ان الامور يعني ايه مناوشات انتخابيه، انما الراي الاول والاخير هيبقى للجمعيه العموميه يوم 23 ويوم 24، اللي هم اللي هيقرروا مين اللي هيقود النادي في خلال الاربع سنوات اللي جايه. الناس جربوهم قبل كده، ناس حققوا ما يعني هم عايزينه في طموحاتهم، وحصل في الفتره اللي فاتت،
هم الاقدر، لكن اللي بيحصل عاديه زي انتخابات النادي الاهلي، زي انتخابات طبعا لانهم اكبر ناديين بيبقى في مناوشات. لكن الحقيقه يعني شايفها ان يوم 23 يوم 24 هيبقى الكلمه الاولى والاخيره للجمعيه العموميه. انت مع ان الانتخابات تبقى على يومين يا كابتن اسماعيل؟ هي متعبه يعني متعبه ليك كنت كمان اتفرج على المرشحين كلهم. انا كنت كان نفسي تبقى يوم كان نفسي ارجع اكون تبقى ساعه اكون لسه معتزل اكون من صحتي. الحمد لله. لا كويس، تدي راحه للعضو يعني. عنده من الساعه 9 صباحا لغايه 9 مساء فتره كبيره يقدر يجي فيها، وتدي حريه لكل الناس. يبقى مفيش حجه ان حد بقى ايه اصل الوقت اصل عندي شغل. لا ده خميس وجمعه في اوقات من اول النهار لغايه اخر النهار. فاعتقد ان هيبقى فيها اقبال شديد جدا فوق ال 50,000. في حاله ان اعضاء من القائمه الثانيه نجحوا مع قائمه المنصور مرتضى منصور، او كابتن اسماعيل نجح مع القائمه الثانيه، ده امر سهل تقبله؟ ده موضوع سابق لاوانه يعني. هو طبعا الافضل ان الجمعيه العموميه تختار المجموعه المتناسقه، المجموعه اللي تبقى مع بعض. اما في حاله اذا كان حد هنا او حد هنا، طبعا وقتها كل الناس في خدمه نادي الزمالك. سؤال بيطرح نفسه دايما ان نادي الزمالك ابنائه بعيد عنه، وان لما بيجي حد من ابناء نادي الزمالك يشتغل بيتحارب من جوه النادي، ده كليشيه بنسمعه دايما يعني. لا. هل الموضوع ده صحيح يا كابتن اسماعيل؟ لا, 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 لا هو مبالغ فيه، لان ابناء نادي الزمالك يعني لا موجود بس لا مبالغ فيه، ولا فاروق جعفر موجود على طول اذا كان داخل الجهاز الفني او لا، متواجد كابتن حلمي طولان، ابناء نادي الزمالك والمجلس الحالي مستشار مرتضى من اكثر الناس اللي شغال ولاد النادي يعني في القطاعات المختلفة موجودة. كابتن خواجة، كابتن غانم، محمد حلمي مسك الفريق الأول، ومؤمن، علاء عبد الغني، يعني كل المجموعة تقريبا 80% بتبقى موجودة داخل نادي الزمالك. فالموضوع ده يعني يثار جدل كتير، لكن في الحقيقة على أرض الواقع لا. الفكرة في اللائحة وإن يبقى في موجود نائبين للرئيس، أنت مع الجزئية دي كابتن اسماعيل؟ لان في نائب فيهم هيبقى رياضي، وفي نائب هيبقى بالشؤون الاداريه، واحنا محتاجين ورشه عمل كبيره يعني اللي هينجح ان شاء الله باذن الله. الموضوع مش بسيط يا ابراهيم يعني. في حاجات وفي طموحات لجمهور نادي الزمالك والاعضاء جمعيه عموميه نادي الزمالك لازم تتحقق من خلال شغل وشغل متواصل وناس عارفه هي بتعمل ايه. طب ده ياخدنا لشركه كره القدم يعني، هيبقى في شركه للكوره يعني في دراسه معموله او في ملف في الموضوع ده؟ هو في النواه الاولى طبعا كان حاططها احمد مرتضى الحقيقه في دراسه في الجزئيه دي، وهتستكمل ان شاء الله بعد الانتخابات مع وضع حجر الاساس بالنسبه لنادي 6 اكتوبر ان شاء الله. في نيه يا كابتن اسماعيل انشاء استاد للزمالك، ولو ده حصل هيبقى فين موقعه؟ 6 اكتوبر في النادي. ده في دراسه معموله وفي كل حاجه يعني. هو يعني وضع حجر الاساس للنادي وضع حجر الاساس للنادي هيتعمل بعد بعد الانتخابات على طول، وفي موافقات وفي كل حاجه يعني. حاجه يعني هتبقى عالميه ان شاء الله. في نيه جاده كابتن اسماعيل لتطوير فرع اكتوبر، لان كتير من اعضاء الجمعيه العموميه بيشوفوا انه فرع اكتوبر بقى فيه كلام كتير عليه بس ما بيتمش فيه يعني امور او انشاءات على ارض الواقع وتفعيل لقرارات او للبنود اللي ممكن تكون موجوده في البرنامج الانتخابي قبل الانتخابات. هو الحقيقه احنا خلصنا فرع مهندسين يعني القصه، وفرع طرح النهر الفتره اللي فاتت مجلس اداره قدر ان هو ينهي تماما كل الانشاءات داخل نادي الزمالك. فدي خدت وقت، لان طبعا فتره المجلس الحالي ما استكملتش، فضلها حوالي 8 شهور وتخلص. الانتخابات المبكره دي سرعت ان الجزء الانشائي من صاله الجيم وصاله الكاراتيه وجزء طرح النهر لنادي طرح النهر، فخدت وقت الى ان تخلص هذه الانشاءات. انما مع توفر السيوله اللي موجوده في نادي الزمالك في الفتره الحاليه، ده طبعا نشكر عليها المجلس الحالي المستشار مرتضى، ان في سيوله يقدر نادي الزمالك يبتدي من فرع اكتوبر من بكره. لكن انت عارف حضرتك ان اللجنه نادي الزمالك مسلم اللجنه القضائيه من يوم الخميس، فبعد الانتخابات ان شاء الله دي حاجه تحترم جدا. طبعا طبعا شيء طبيعي يعني. هي الحقيقه اللي اتعمل في نادي الزمالك الفتره اللي فاتت ما ينكروش اي انسان يعني عاقل وبيحب نادي الزمالك، لا نادي الزمالك عمل فيه حاجات كتيره جدا على المستوى الاجتماعي على المستوى الانشائي. نرجو بقى ان احنا ايه وكلنا نطمح الفتره اللي جايه جزء اكتوبر ده نشتغل في اكتر من مجال
لان طبعا مجلس بعد النجاح ان شاء الله هيبقى فيه افرع كتيره نقدر نحقق طموحات نادي الزمالك، واللي اتعمل في نادي الزمالك هيبقى قده اكتر من 10 مرات في اكتوبر فرع اكتوبر شاء الله. باذن الله نخش على الاسئله السريعه كابتن سليم. يلا بينا. افضل مدير فني انت عاصرت مديرين فنيين كتير، افضل مدير فني انت عاصرته كمسؤول في جهاز الكوره خلال الفتره اللي فاتت؟ باتشيكو وفريرا. واللي تولى تدريبك وانت لاعب بقى؟ كابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته. سؤال شخصي ليا انا، مين اللي انت شايفه خليفه الاسماعيلي يوسف كهاف ديفندر؟ انا حقيقه بحب جدا طارق ورؤى مجددا. مجددا يا رب يعني تمام حالته الصحيه دي تمام والبدنيه الحمد لله كويس. افضل هدف انت شاهدته في حياتك ليا ولا لا لاي حد يعني بقى جو ليك في مصر بره مصر؟ في هدف كنت وقتها صغير كان عندي حوالي 15 سنه 16 سنه هدف كابتن حسن شحاته كان بيلعب ليبرو، كان الوقت ده كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه كان مصاب الله يرحمه، وكابتن حسن كان مستر اعتقد فاسوفيتش لعبه ليبرو وهو ليبرو جاب جول من جول لجول في المصري من احسن الاهداف اللي انا شفتها في حياتي حقيقه يعني. كابتن حسن شحاته اللي هو قعد من 18 يجري بيها ويرقص وعملها بوش رجله معلم رهيب. لما نيجي نتكلم على اللاعب اللي انت ما دربتوش وكنت تتمنى يكون موجود معاك في فريقك في نادي الزمالك. ما دربتوش وكنت اتمنى يبقى معايا عماد متعب. بس انا دربته في المنتخب. يعني منتخب الشباب مع كابتن حسن. الشباب هو المجموعه اللي قدرنا ربنا عمرو زكي بس عمرو زكي واحمد فتحي وشفت يعني الجهاز الفني المنتخب ساعتها كابتن حسن كنت موجود معاه مساعد وشريف اكرامي والمجموعه دي كلها، لكن عماد انا عارف امكانياته كويسه. كلمت معاه وفتحته انه يجي نادي الزمالك كابتن اسماعيل؟ يعني انا كنت اتمنى، بس هو عماد من اللعيبه اللي مرتبطه بالنادي الاهلي وهينهي مسيرته في النادي. انا متاكد وهو ده من غير ما اكلمه ولا بعد ما اكلمه؟ من غير ما اكلمه لا انا عارف ان هو في رموز كده ما ينفعش ان هم يخرجوا بره النادي. في بقى احمد الكاس طبعا احمد صديق الكفاح ده احمد حبيبي حبيبي نجم مصر طبعا وحازم حازم امام الايقونه بتاعتنا وحبيبنا يعني طبعا. ليه دايما كابتن اسماعيل بيتقال ان في مشاكل بين كابتن اسماعيل وكابتن حازم وكابتن اسماعيل وكابتن ميدو؟ ليه دايما خالص يعني يعني في انا يمكن فيديو كنت من فتره كده بعض الناس بعتهولي من حوالي 6 أو 7 سنين بتكلم على ميدو وبتكلم على حازم. حازم لا انا حازم انا يعني علاقتي بيه مميزه جدا، انما هم عايزين كده. يعني زي ما اقول حاجه مثلا شيكابالا ده نجم مين مين يعني لا في ناس معينه بتتصيد بياخدوا جزء او بياخدوا اللي هم عايزين يبرزوه في الاعلام او في السوشيال ميديا فيقولوا حاجه ويوقعوا حاجه وطبعا الناس ما بتتحققش او يكتب عنوان وتحت حاجه تانية خالص فتيجي اثبت بقى العكس يعني تيجي. لكن هي العلاقه مميزه جدا ميدو انا قايلها ان هو من احسن المدربين عفوا اللي موجودين في الساحه وانا يعني بتوقع له ان هو ان شاء الله يكسر الدنيا. حازم طبعا اخويا الصغير وحبيبي وعلاقتنا مميزه وفي اتصالات دايما حتى من في الفترة الأخيرة من يومين يعني احنا على اتصال دايم يعني فهم بقى يعني هم في اتجاه واحنا في اتجاه تاني. حاولت تقرب وجهات النظر بينه وبين مستشار مرتضى منصور لما جت فتره كان فيها خلاص حساسيه؟ خلاص الموضوع يعني انتهى وقتها وعلى علاقه وميدو بيكلم مستشار مرتضى على طول يعني هو صاحب امير كمان. نرجع بقى لمنتخب مصر، شايف النني يشارك بشكل اساسي ولا احتياطي مع منتخب مصر؟ لا اساسي طبعا. لا اساسي طبعا. الفرق بين منتخب 90 ومنتخب 2017 ان كم المحترفين احنا استفدنا منهم. يعني وقتنا ما كانش وقتها كان مجدي عبد الغني بس هو المحترف بيرامار وطلع بعد كاس العالم هاني رمزي، انما لا اللعيبه لعيب نني لعيب كبير ولعب في ارسنال وحتى لو ما بيلعبش اساسي بصفه مستمره انما هو لا نجم كبير ويستحق مكانه ثابته في المنتخب. قبل ما نروح للايموشنز كابتن اسماعيل، اخبار التجديد بتاع عقود اللعيبه الكبيره علي جابر احمد الشناوي سمعنا كلام كتير خلال الفتره اللي فاتت. هو اولا في طبعا ان شاء الله طارق حامد طبعا طارق ما عندهمش ادنى شك الولاد ان هم نادي الزمالك هيقدرهم التقدير المناسب لعطائهم وان هم لعيبه اساسيه في منتخب مصر
وهم مرتبطين بنادي الزمالك، ومساله وقت موضوع التجديد ما عندناش احنا مشكله في الجزء. حددت وقت معين يا كابتن اسماعيل ولا لسه؟ يعني في الفتره اللي جايه بعد الانتخابات على طول ان شاء الله، يعني ما فيش مشكله. يعني الجزء المادي الحمد لله متوفر في النادي، واحنا مش هنبخل على اولادنا باي حاجه لان هم يستحقوا صراحه. نروح للايموشنز، هنعرضك صورك يا كابتن اسماعيل وتقول لنا الايموشن بتاعك او انفعالك على كل صوره. طبعا الغزال وحشني كابتن والله. ابراهيم وحشني جدا، ربنا يرحمه يا رب، واحد من اجمل الشخصيات اللي في العالم، وحشني وطبعا جداً. رمز من رموز مصر ومن رموز نادي الزمالك، يعني حاجه عظيمه، وربنا يرحمه يا رب، وان شاء الله اكمل مسيرته ان شاء الله في مجلس الاداره باذن الله ان شاء الله يا رب. حب طبعا كابتن طبعاً. ابراهيم طبعا. منصور مرتضى منصور، والله راجل قوي وراجل محترم، ويعني بذل جهد كبير لنادي الزمالك الفتره اللي فاتت، وربنا يقويه، وبحترمه جدا وبحبه جدا. تدي له بقى تسقيفه ولا كده ولا حب ولا ايه؟ ادي له حب طبعا. حب. بعد كده كابتن حازم امام، لسه كنا بنتكلم عنه، الامبراطور بقى، يعني ده ابني وحبيبي واخويا الصغير، اسطوره مصر والزمالك، اسطوره وادب واخلاق ومهاره وكل شيء. بتمنى له طبعا الفتره اللي جايه ان ربنا يحقق له امنيته، ان هو كان من الجيل اللي يستحق يلعب كاس عالم حقيقي. هو ربنا كتب له، هو نفسي يلعب كاس عالم، انما هو برضو ربنا اداها له ان هو بقى عضو مجلس اداره وراح كاس عالم، وده شرف كبير. حب يعني ولا تسقيف؟ يعني حب وتسقيف وكل حاجه، كل حاجه، كل حاجه. ماشي. بعد كده نجم هجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر اللي كنا لسه بنتكلم عنه، باسم مرسي. بقول له شد حيلك يا باسم، وما تخيبش املي فيك وامل جمهور الزمالك فيك، مستنيينك وان شاء الله تلعب كاس عالم. حب ولا تسقيف؟ تسقيف برضه. طبعا. ماشي. اخيرا واحد من اجمل نجوم نادي الزمالك اللي نفسنا نشوفه ونطمن عليه، حبيبي رز. وحشني والله، وحشني يا احمد، ويعني حبيبي. بتكلمه كابتن اسماعيل؟ اتقطعت الصله لان تليفوناته بيغيرها كل يوم، فاتمنى ان هو لو شايف البرنامج يكلمني. انا يا ريت، ده اخويا توأم روحي حقيقي، احمد رمزي، يعني من الناس ومن اكتر الناس اخلاصا لنادي الزمالك. طبعا طبعا. هو ما اشتغلش الا في نادي الزمالك، يعني هو ما رضيش يشتغل في اي حته الا نادي الزمالك، فده ياخد كل حاجه، حب وتسقيف وكل حاجه، كل حاجه. كابتن احمد رمزي طبعا من نجوم مصر ونجوم نادي الزمالك. ماذا لو كابتن اسماعيل، سؤال افتراضي وهنعرض لك صوره وتختار بقى على حسب كل سؤال، لو انت رئيس نادي الزمالك، مين اللعيب من دول اللي هترجعه تاني وتمسكه منصب جوه نادي الزمالك؟ طبعا نجوم كبار كلهم، عصام الحضري، احمد حسن، حسام حسن، انا يعني حسام جيل 90 وحبيبي واخويا، واللي حصل الفتره اللي فاتت لما مسك الفانيلا وكده دي اثرت مع جمهور الزمالك، لكن هو انا بتكلم على المستوى الفني، هو من احسن المدربين. اتكلمت معاه، عاتبته يا كابتن اسماعيل؟ لا، وقتها ما هو كان متوتر جدا، يعني لان لا في ملابسات، لا ما كلمتوش حقيقه، انما هو مدير فني كبير. شايف ان الموقف ده يبعد كابتن حسام انه يخش نادي الزمالك تاني؟ طبعا، يعني في صعوبه كبيره لان الجمهور ما بينساش، وجمهور نادي الزمالك جمهور كبير وجمهور عظيم، الحاجات دي بتفرق معاه جدا، فهو يعني غلطه يعني لا تتناسب مع تاريخ حسام، لان حسام حاجه كبيره عندنا. لو بقيت رئيس نادي الزمالك كابتن اسماعيل وهتجيب لعيب من الاهلي، تختار مين من اللعيبه دي؟ جونيور اجاييه، ازارو، علي معلول، احمد فتحي؟ الحقيقه علي معلول. علي معلول انا مأدي بشكل جيد. لا، جدا لعيب كبير، لعيب كبير، لعيب كبير، ولعيب انا بختار برضه في اماكن احنا يعني ممكن محتاجين فيها تدعيم بعض الشيء، الى انا ابو الفتوح ابننا طالع من قطاع الناشئين يثبت، وده انا متوقع له برضه مستقبل كبير قوي. احمد الفتوح، رايك ايه في العجان كابتن اسماعيل؟ لعيب كويس، لعيب كويس جدا، وبرضه عامل طفره في المكان ده، انما في مستوى بالنسبه له اعلى من كده. الباك اليمين بقى اللي ما بنشوفوش خالص لسه شبلي، لسه شبلي يعني المستوى البدني لسه بتاعه ما وصلش للمرحله اللي تاهله ان هو يلعب اساسي المنتخب، لان مكانه طبعا كابتن النادي حازم امام الصغير بيأدي بشكل كويس. معانا واحد من احسن لعيبه خط الوسط اللي جت في تاريخ مصر، لو انت هتدي جايزه لاحسن لعيب خط وسط في مصر من سنه 2000 وحتى الان، كابتن احمد حسن، كابتن محمد شوقي، كابتن حسني عبد الرب،
القيصر. قيصر ابني اه طبعا وحسن لعيب خط وسط متكامل وشخصيه وسابق سنه يعني انا دربته فتره كبيره في المنتخب وكنت متوقع له كده وشخصيه محترمه ويعني الحقيقه احمد حسن طبعا لعيب كبير وشوقي طبعا هم كلهم بيشوقوا جدا صقر وشوقي انا اديها لحسني عبد الله. لو انت رئيس اتحاد الكوره وهتكرم افضل محترف اجنبي جه في مصر كابتن اسماعيل فيليكس فلافيو ايمانويل كوارشي الله يرحمه كوارشي كوارشي كابتن فاروق جعفر وكابتن حسن شحاته اختاروا كوارشي طبعا كوارشي طبعا طبعا يعني كوارشي انا زميلته فتره من الفترات حسيت ان هو متربي معايا في النادي يعني لما انا اول مباراه العبها كانت مباراه الترسانه موسم 83 84 فكنت لسه ناشئ 19 سنه طالع من كان ماسكني الكابتن حسن شحاته وكابتن برجيله طلب منه لعيب صغير يلعب فقال له اسماعيل يوسف لعبت جنبه حسيت ان انا بلعب بقالي فتره كبيره حد من فرقه ترسانه دخل عليا لقيته هو اول واحد راح يعني اكنه متربي معانا وهو ادى صراحه موسمين على اعلى مستوى. هتدي الجنسيه المصريه لواحد من اللعيبه اللي هتتعرض صورهم دول يا كابتن اسماعيل تديها لمين؟ من الاربعه؟ لا من الاربعه دول العجان اجايه معلول كابونجو اديها لمعلول برضه معلول عندنا مشكله احنا في الباك الشمال في مصر عامه يعني في كل الانديه طبعا النادي الاهلي طبعا ذكاء منه ان هو يجيب في المكان ده اللي هو محتاجه احنا طبعا بعد عبد الشافي هتبقى في مشكله في المكان ده. طيب بما اننا اتكلمنا عن النادي الاهلي لو انت عضو في الجمعيه العموميه النادي الاهلي تختار كابتن محمود الخطيب ولا محمود طاهر؟ ابراهيم انت عم هتمرط يا اخي دي اخر حاجه كابتن خطيب بنوتش كابتن خطيب حبيبي يعني وكابتن مصر وكابتن النادي الاهلي شخصيه قديره بالاحترام وكلنا بنحترمه وبنجله ونقدره يعني مع احترام شديد طبعا المهندس محمود طاهر واللي عمله في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت وهدوءه واتزانه انما طبعا عنصريتي تقول ان الكابتن خطيب دايما كان لعيب كبير يعني كابتن اسماعيل في النهايه لو حابب توجه اي كلمه للجمعيه العموميه الخاصه بنادي الزمالك الكاميرا معاك. بقول للجمعيه العموميه في نادي الزمالك كلنا ثقه فيها واختاروا الاصلح والافضل واللي انتوا جربتوه الفتره اللي فاتت وان شاء الله باذن الله ربنا يولي الاصلح ونادي الزمالك دايما يكون في ازدهار ودايما يكون في تقدم وشكرا لكم ان شاء الله. كابتن اسماعيل شكر ليك انت على تشريفك لينا شرفتنا ونورتنا وضيف عزيز علينا دايما في المدرجه كابتن اسماعيل ربنا يخليك يا متشكرين جدا كل الشكر ليك شكر موصول لحضراتكم على المتابعه ونشوفكم ان شاء الله على خير يوم السبت اللي جاي وحلقه جديده والمدرجه.